السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تحديات ومناظرات ومناقشات دور الستاشر السينمائي. زي ما حضراتكم شايفين العبث اللي احنا فيه ده كده بالظبط. حلقة النهاردة الموضوع بتاعها هو النزالات أو القتالات. احنا بدأنا بأفلام الملاكمة وبعد كده توسعنا شوية لأي فيلم كان فيه حلبة، كان فيه اتنين بيضربوا بعض وفي حد بيكسب وحد بيخسر وكلام زي ده. ويسعدني ويشرفني أن يكون معنا في هذه الحلقة مستر كاموليا الجامد. منورني يا دود. حبيبي يا مجد، أكبر شرف ليا أن أنا أطلع معاك والله. حبيبي يا ريس، أهلا بك في هذا الاستوديو المتواضع الجديد. إيه رأيك؟ أنت عملت معنا حلقة في الاستوديو اللي فات ودلوقتي معنا في فرق 180 درجة. بجد خطير هنا الدنيا كوزي ومرتاحين وبراحتنا وكلام زي ده. الحلقه اللي فاتت دي كانت عند محمود اساسا. كانت عند محمود صح؟ اساسا. فده بتقول 180 درجه، قصدك ان الاستوديو بتاع محمود وحش احلى من هنا؟ هنا احلى الصراحه. وعوده اخرى لمستر يوسف الجامد. صباح الفل، عامل ايه؟ الحمد لله. اهلا وسهلا بك. انت كنت معانا تقريبا في اول مره صورنا خالص في هذا الموضوع. لا، في طبعا نقله الكترونيه تكنولوجيه رهيبه، في تطور، في سلاسه، في انسيابيه في التنفيذ والبرودكشن، مش ممكن. اللهم صل. وبعدين المره فاتت ما كانش فيه المفرش ده، ما كانش فيه الكور دي، ما كانش فيه المايه الحلوه دي، ومرش فيلم جامد. ده ماتش جامد. والتكلفه في الحاجات دي، وعرفنا ان دي تكلفه لوحدها اساسا. يعني عملتها عموله بالتعاون ما بيني وما بين احد شركات الشوكولاته اللي بيحبوا اسمها. وزي ما تاريخ السينما قدم لنا مباريات ملاكمه ونزالات مش ممكن ننساها، يبدو كذلك ان موسم الرياض في نسخته الرابعه هيقدم لنا مباراه ملاكمه مش هنقدر ننساها. يوم 28 اكتوبر انظار العالم كله هتتجه للرياض عشان تراقب مباراة تايسون فيوري امام فرانسيس انجانو على لقب اشرس رجل على وجه الارض. مباراة في وزن الثقيل حسب قواعد الملاكمة الرسمية بثلاث حكام واتباع نظام العشر نقاط. عشان نفهم قيمة الحدث محتاجين نعرف ان تايسون فيوري هو بطل العالم مرتين في الملاكمة ومحتفظ بلقبه من سنة 2020. رصيده هو 33 فوز منهم 24 بالضربة القاضية وتعادل وحيد. بينما فرانسيس انجانو هو بطل سابق لاتحاد الفنون القتالية المختلطة، وسجله في المنافسات هو 17 فوز منهم 12 بالضربة القاضية. وخد عندك التقيلة بقى، اللي بيتولى إعداد وتدريب انجانو للمباراة دي هو مايك تايسون. تنظيم المباراة من موسم الرياض هيكون استثنائي ومليان مفاجآت ومسابقات للجمهور. المسابقة الأولى قيمتها 50,000 دولار لأجمل صورة والمشاركة مفتوحة للعالم كله. باستخدام الأوجمنتد رياليتي هتقدروا تاخدوا صورة لتايسون فيوري وفرانسيس انجانو في المكان اللي تحبوه وتنشروها في حساباتكم مع الهاشتاج اللي هيتم الإعلان عنه. المسابقة الثانية 100,000 دولار لواحد من أصحاب التوقع الصحيح للفائز وفي أي جولة، وإذا كان بالضربة القاضية أو بالنقاط. كذلك المسابقة مفتوحة للمشاركة من كل أنحاء العالم. افتتاحية نارية لموسم الرياض، وتفاصيل كتير هتلاقوها على موقع battleofthebaddest.com اللي اللينك بتاعه موجود تحت في الديسكريبشن. ويلا بينا نرجع لحلقتنا عشان نشوف إيه أفضل فيلم أحداثه دارت في عالم النزالات في التاريخ. جاهزين؟ احنا عملنا قبل الحلقه ديت جلسه اخترنا فيها 16 اسم اللي هيتنافسوا، وهذه الجلسه مسجله ومذاعه خلف زر الجوين. حضراتكم لما تعملوا جوين هتقدروا تتفرجوا عليها وتعرفوا اجابات اسئله من اللي هتجي لكم. ازاي فيلم كذا مش موجود؟ ازاي فيلم كذا مش موجود؟ ازاي فيلم كذا اتوجد؟ ايه الفلسفه اللي اتبعناها عشان نوصل في الاخر للقايمه؟ وازاي في فيلمين لنجم كبير جدا ما دخلوش القايمه دي؟ صح. يا ترى مين النجم ده؟ يا ترى ايه الفيلمين دول؟ نشترك عشان نعرف. عشان دي حركه حلوه على فكره، دي حركه. بجيب يوسف عشان يعمل الحاجات اللي انا بكسب اعملها. هو ده الموضوع. وما ننساش اللايك، وما ننساش الاشتراك في القنوات بتاعتي وبتاعت الشباب. وبعدين انا متهيألي احنا الثلاثة أول مرة نعمل حلقة مع بعض، احنا الثلاثة. صحيح. يعني بنتكلم في 50-60 ألف لايك على الحلقة، أقل حاجة. ده أقل واجب، أقل واجب. أنا المفروض أبتدي أجمع تلفون والحاجات دي. الحاجات دي 60 ألف لايك يا جماعة من فضلكم، ويا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات عايزين مواضيع إيه للحلقات الجاية، وعايزين ضيوف مين ما جوش قبل كده أو جم قبل كده. مظبوط. في مواضيع إيه؟ سواء حلقات ممكن للأفلام أو حلقات في الكورة. خليه معاك على طول بقى غالبا. او سجل الحته دي ويحرضك. والله منور حبيبي، ربنا. الفكره اللي يوسف بيقولها حلوه جدا. ونفتكر قبل ما نليف كومنت، قبل ما نسيب كومنت، نشوف الكومنتات بتاعت الناس. لو في افكار عجباهم دوسوا لايك فالكومنت يطلع لفوق فنشوفه الاول، فنتبع الافكار الموجوده فيه لان دي اللي بتمثل راي الاغلبيه. هل لديك اي اقوال في المقدمه؟ اي حاجه، انا جاهز. يلا عاش الكلام. يلا بينا نبتدي القرعه. يلا بينا. يلا بينا.
انت ما جيتش قبل كده او مرة انت اقدم واحد ما جاش مش خلاص لا هو يفتح ماتش على بعض ماتشين صح ورا بعض بسم الله يا رب يا حبيبي كريد 2 كريد 2 يقابل كريد 1 مثلا روكي بالبوا واو روكي بالبوا هو نمره كام يا مستر كامولي ده اللي هو السادس وكده احنا بنتكلم في الاثنين الروس لا مش اثنين روس أيوة لا, لا 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 الروس كان السادس ده الثاني كان الرابع الروس كان دوس كده ماشي امسك انا امسكها لك بقى مطلع اثنين مره على انت عارف واخد بالك في الاتحاد الاوروبي ما بيعرفوش يعملوا كده ايوه لان البتاع بتبقى ازاز وبتبقى متثبته في البتاع لكن ما يعرفوش احنا نعمل كده يا باشا صح روكي 3 روكي 3 اللي هو بتاع مستر تي وسناتش بتاع براد بيت اتفضل يا رب يا هادي يا كريم المباراه التي تجمع ما بين ذا فايتر مش عارف ايه ديفيد اوراسل مخرجا كريستيان بيل ومارك وولبرج في ادوار البطوله والفنانه ايمي ادمز القديره وريني صح الفنانه ايمي ادمز الخطيره الخطيره مليون دولار بيبي اوكي الفيلم السوداوي الغامق كلينت ايستوود مواجهه قويه بس اخد الاول وورير يقابل محمد باشا علي كلاي علي فيلم علي. مايكل مان مش علي ده كسب عليه ولا ترشح له بس لا ترشح له هو ما كسبش غير في اللي ضرب فيها كريستوف على فكره الافلام الجامده كلها صح هنا. ايوه صح سندريلا من بنحط الورق في هنا هنا بقى كده خلاص ده كده ايوه صح ايوه صح ففي واحد هيوصل النهائي من دول ريجينج بول واو 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 يا جماعه احنا حاطين اسماء اهبل من كده بكتير ليه ما بيقبلوش بس اسحب انا انت كنت هتقعد تسحب لنفسك تاني يعني اموت في الفرقوعه روكي الاول روكي الاول الحائز على جائزه الاوسكار ذا ريسلر ايه يا جدعان ده الاسماء جامده أيوة انت متخيل ان القايمه دي هتكبر هتفرض علينا اسماء كتير تعبانه ايوه في اسماء كتير جامده ما احنا اللي هي في الاخر لما ايه شلنا لما قصقصنا ساوث با ساوث با يا ترى ايه الافلام اللي احنا فلترناها وشلناها اشترك عشان تعرف في حد ما سحبش الماتش بتاعك ده صحيح انا سقطت الماتش ساوث با روكي 4 روكي 4 بتاع الواد الروسي اوكي اخر فيلمين انت حد فاكرهم بالشبه كده مش فاكر ريجن بول لا ريجن بول موجود بلود سبورت ايوه ده اول واحد طب استنى قبل ما تفتح حد يحاول يفتكر اخرين خالص كده الروكيهات كلها خلاص اثناء روكي بالبوا و2 و3 كريد 1 كريد ولا كريد الاثنين موجودين هنا لا كريد 1 يبقى ده كريد 1 مثلا يبقى ده كريد 1 صح بالفعل قرحه نظيفه وسليمه شوفوا النزاهه والنظافه ننتقل الان للفقره اللي كل واحد فينا بيكتب الفيلم اللي هو متوقع انه يفوز او هيلعب لانه يفوزه ومش شرط يعمل كده قوي المهم ايوه باخد بالي مش هقول على اسمك عمر خالد شفت عمر خالد لما كان محموق في الاخر على لا انت شفتك وانت بتقول له عمر انا اخترت بس انا مش مقتنع فلقيته سكت فجاه مره عارف اللي هو فجاه مره واحده اللي هو خلاص يعني انا اخترت هازارد يا عمر يا ترى انا اخترت ايه اشترك لا ما تشتركوش عادي تعرفوا اخر حاجه طب استنى انت طبق ديت بعدين اجيب الوقت هو دي نحطها في جبنه صح ماشي تحت الموبايل اهو حلو كده بقينا جاهزين نبدا النزاع جاهز. يلا بينا جاهز يا باشا جاهز اول فيلم ايه كريد 2 يقابل روكي بالبوا اوكي
روكي بالبو اللي هو الجزء السادس الحلو المفاجئ. لان الناس كلها قالت ان سيلفستر بقى عمال يحلب وعمال يهري، واصلا روكي نفسها كسلسله كانت ابتدت تقع في فخ الحلب ده من زمان، يعني مكري من نفسها او اللي هو. والفكره بتاعت الفيلم فكره ان في ديجيتال ماتش ولا فيديو جيم ماتش هو اللي اطلق الاحداث كانت دخلت دماغ حد يعني وبتاع، بس في الاخر الفيلم الحقيقه طلع حلو. وانا اول مره اشوف الفيلم كنت خايف من شفت الفيلم ده مرتين، لان انا شفت اول مره وانا في المدرسه خدونا في حصه كده بجد انا هيفرجونا فيلم فرجونا روكي بالبو، انا ما كنت شفت غير روكي الاولاني وانا صغير، فبالنسبه لي هو الراجل ده كبر امتى وبتاع، وبعد كده شفت 2 و 3 و 4 و 5 فهمت بقى الاحداث اللي حصلت، فهمت اللي في النص. بس لما شفت روكي بالبو اول مره دي وانا في المدرسه كان بالنسبه لي هو الراجل ده عجز كده ليه وكبر كده، ما اعرفش بقى دي عمليات ولا هو ده عجز، بس انا كنت لما شفته تاني مره كان بقى لي فتره ما شفتوش، كنت خايف انه العمليات دي تأثر على تمثيل وتأثر على أداء سيلفستر سالون. بس المشهد مثلا اللي مع ابنه في الشارع ده، المشهد ده لحد دلوقتي بشوف ناس أصلا بتنزله على تويتر على انستجرام تلاقي ريلز وهو بيقول له الحياة كده ولازم تقوم تاني وبتاع، ما توقعتش ان الفيلم يخبط فيها كده خالص. عجبني ان هم تعالى أدريان رجعها تاني، الراجل أخوها ناس اسمه ايه بولي والراجل اللي كان بيدربه ابنه كبر بقى عامل ازاي، عجبني ان في ربط مش روكي جابوه الشخصيه لوحدها ولعبوا بيها كده ورجعوا للثيم. معلش تسمحوا لنا بالحرق شويه وصححوني لو انا غلطان عشان انا في التفاصيل روكي بتوه في دماغي، رجع للثيم العبقريه بتاعت الاولاني ان هو هيقدم ماتش حلو قوي بس مش هيكسب ايوه ما دي كانت مقنعه كمان يعني انا البعد عن كليشيه الملاكمه، فاكر انت بتاعت ميرودي تتحدى لما قال له البطل هيكسب ازاي من غير قضيه، هو كده انه لا ما رجعناش انه كان منطقي انه بيلاعب واحد في البرايم بتاعه وهو الشامبيون وكده وما يكسبش، بس عمل ماتش وخد حتى لو خد نقطه بس خسر عليها، فانا عجبني يعني كان مفاجئ جدا يعني. قبل ما تنقلنا لكريد 2 عاوز اسال سؤال محير جدا صراحه، هو سيلفستر ستالون بيعرف يمثل ولا لا؟ بيعرف مقارنة بالاكشن فيجرز، واحنا ما هو في حاجه اسمها اكشن فيجرز مقارنة مش قصدك الاكشن فيجرز اكيد اللي هي الالعاب، انت قصدك اللي هم الناس اللي ابتدوا بقوا مشاهير بسبب اعمال الاكشن، ارنولد مثلا يس كده. لا هو لا هو ارتستيك عن ارنولد، انا بحب ارنولد اكتر بس سيلفستر از مور ارتستيك لانه مخرج مثلا يعني اخرج حاجات، هو اخرج اغلبيه هو اخرج روكي بالبو اساسا، روكي بالبو شخصيا روكي بالبو وروكي 5 وروكي 4 وروكي 4 وروكي ايوه روكي 4 وروكي 3 وعمل افلام كثيره جدا، غير ان هو اخرج عمل يعني لما حب يعمل اللي هو انا عايز اعمل فيلم مختلف شويه، لو تفتكر فيلم كوبلاند مع روبرت دينيرو ايوه هو اللي كابل ده لا ده ما كانش اخراج يا جماعه، مش هو عمل فيلم من قريب كان طالع فيه سوبر هيرو كده ولا واحد بس ما كانش حلو كان شفتوش، كان نتفليكس ده وكان حاجه كده صح، كان امازون كرايم. فهو بيحب لا هو من ناحيه لا انا مش عايز اعمل اكشن بس انا عايز اعمل حاجات كده. بس انا قبل ما ننتقل انا عايز اتكلم عن روكي بالبوا شويه برضو واتكلم ماشي اوكي شكلنا كده الدنيا ماشيه في سكه. لا لا روكي بالبوا بالنسبه لي هو كانت فكره برضو سيلفستر ان هو كان روكي 5 ده كان اقل فيلم جاب ايرادات في تاريخ روكي واسوأ فيلم في السلسله، يعني كل الناس كانوا مجمعين اللي هو ايه ده وهي دي النهايه نهايه روكي دي، ففكره بقى ان هو بعد ده كان الفيلم انا فاكر روكي 5 ده نزل قدام هوم الون كان سنة 90 حاجة زي كده، فروكي بالبوا نزل 2006 حاجة كده فرق شاسع يعني فرق 16 أكتر من 16 سنة، إن هو يستعيد بقى فكرة إن إحنا نرجع ونعمل روكي وينجح وفيلم نجح جدا، هو فيلم درامي أنا بحسه إن هو فيلم درامي أكتر، إيه حياة روكي من غير إدريان كانت مفاجأة شوك وخاصة إن إدريان عايشة يعني ما ماتتش في الحقيقة مثلا. وقصه بقى بتشوف بقى علاقه روكي وابنه وفي دراما كتير، انا بحب الدراما اكتر الصراحه، فممكن انحاش شويه عن روكي بالبوا. بس لو اتكلمنا عن كريد 2، كريد 2 برضو في دراما قويه جدا، فكره ان انت برضو بتستعيد روكي 4 وبتشوف الابولو يعني فكره هو ما كانش ماتش على قد ما هو كان انتقام وريفنج
من ابن ابولو كريد. يعني تفاصيل اكتر. مش ابولو كريد ابن دراجو. ابن دراجو ابن ابولو كريد ضد ابن دراجو. فجايين اللي هو ريفنج وانت عارف ان انا قتلت ابوك والمدربه ابولو اللي هو دراجو ابو اللي قتله. وان بتشوف برضو دراما ان دراجو من ساعه احنا ما عرفناش حاجه عنه من ساعه روكي فور. فكره ان هو بقى عدو المجتمع بقى حاجه زي ايطاليا اسمه ايه باجو حاجه اللي هو حاجه اللي هو ده انت حريتنا قدام الامريكان والامريكان ده انت خليت الروس يندهوا بروكي فاهم فعايز بقى يطلع كل ده. احنا كنا في سلسله روكي شايفين له صوره 2D بلا اي عمق ولا بتاع ده مجرد البتاع الفيلم دوت اداله البعد الثالث لا ده انسان وعنده حياه واب وعنده ابن والمشهد اللي الاخر لما بيرمي للواد الفوطه انه عشان يخايف على ابنه وبتاع وبتشوف بقى عايز بقى يطلع كل حاجه وخلى ابنه عباره عن ماشين يعني اللي هو انا لا طلع بقى كل حاجه انا بس عايز اقول حاجه واوحوني فيها بس انا من اللي انا من الافلام اللي شفتها ان في كام فيلم انا ما شفتهوش بس كريد 2 احسن فيلم فيه فايت سينز ملاكمه على الترابيزه كريد 2 يا راجل السينز الكاميرا الفولو اب الاوفر ذا شولدر دي انا جريت بسرعه ماشي اوفر ذا شولدر دي والقطعه ما بينهم والحاجات السلو اللي معموله كمان احلى من كريد 1 كريد 1 في حاجات حلوه انا كنت لسه هقول لك انا عندي تو ارجمنتس لفيلمين ممكن يكونوا احسن منه ادعي ان كريد 1 وفي واحد كمان بس لما يجي دور بس كريد 2 في حاجات كتيره جدا فايتس متصوره بطريقه حلوه في حاجات هنا لما نجيلها بتصور بطريقه طرق حلوه قوي بس كريد 2 لو بنتكلم الجريتنس دي متصوره بطريقه حلوه مع فيلم تاني الصراحه ففي كام حاجه بس كريتو بتفوق يعني لو هنقول بشكل شامل لو الفيلم التاني ده طلع هو نفس الفيلم هنشوف بقى ماشي لا بس انا في كريتو في تقدير الشخصي بص هو كريت 1 مش عايز اتسرع ابقى بتكلم عنه بس هو بالنسبه لي يرتقي لمرحله المعجزه يعني دايما لما بفتكره بفتكر سبايدر مان نو واي هوم فكره ان في مكونات فكره عبقريه عمالة تتكون على الترابيزة مستنية بس الشخص اللي هيجي يجمع المكونات دي كلها على بعضها وبيقدم للناس مستنياه ده اللي حصل في كريد لان كريد لما نزلت التريلر بتاعته الناس ما كانتش تعرف ان هو في اليونيفرس بتاع روكي وسيلفستر في التريلر ظهر متأخر قوي ما ظهرش في بداية التريلر ظهر لما راح يزوره في المطعم انا وانا بتفرج على التريلر انا فتحت بقي ما كنتش عارف اقفله يا نهار اسود ده كريد ابن كريد والفيلم اسمه كريد وانت مش رابطها وبعدين تتفرج على الفيلم نفسه يا نهار ابيض على التعقيدات العاطفيه انا ادعي ان افتتاحيه لو انا فاكر صح كان افون تيتر قبل التتر اصلا لما ارملت ابولو كريد راحت تجيب الولد من الاصلاحيه ده حته مشهد يا ناس يا نهار اسود على الجمال مشكلتي مع كريد 2 ان هو لا دخل في ابعاد الفيديو جيم بقى شويه تعال بقى ابن الروسي مع ابن كريد هو اني واحد اللي كان سيلفستر عرف ان عنده كانسر هو ده هو ده صح الاولاني مش انا ممكن يعني بص كريد 2 حاسه ان هو واخد له فكره ذا كومر يعني الكوميرشال ايرا بتاعه روكي الله ينور عليك وكريد 1 روكي 1 يظل ما وصلش لمرحله الرخص اللي وصل ليها روكي بعدين لا بس خالص. هو برضو رخص شويه عاوز اقول كده يعني كوميرشال وبس برضو كوميرشال مش اللي هو تخليه تقول ايه الرخص لا حلو لا ايه ده حاجات سنتمنت لما راح الجيم بعد ما كان اتكسر والدغدغ وكان حضن بنته وكان في الصوره الكبيره بتاعت ابولو كريد ورا زي ما تكون حضنهم بوزيشن عظيمه يعني طب فوتينج تايم ايه انا روكي بالبو انا 50-50 الصراحه بس لو انا يعني اللي فاجئني اكتر انا اتفاجئت بان كريد او اللي اكتر حاجه حبيتها هي مشاهد اللي هتقول لي كريد 1 وكريد 2 لا كريد 1 لكن مثلا روكي بالبو يجي مثلا ترتيبه عالي قوي فترتيب افلام روكي بالنسبه لي واتفاجئت بيه وعندي ذكريات ليا كيوسف معايا غريبه قوي في حوار المدرسه ده فهختار روكي بالبو مع ان كريد 2 اونربل منشن يعني لا انا هدافع عن روكي جامد الاجزاء الثانيه هنحط الحاجات دي فين روكي 3 قصاد سناتش توقعي وفوتي واضح جدا سناتش انا سناتش برضه ماشي خلاص هو سناتش عموما كان عندنا شويه تساؤلات هو اصلا ينتمي للقائمه دي ولا لا هو في ماتشات ملاكمه ومصيريه جدا في احداث الفيلم وانا ادعي ان هي سينماتيكلي يعني تعالوا نستنى نتكلم عليه بتفاصيل اكتر لا تعالوا نتكلم عن دلوقتي عشان غالبا مش هنتكلم عليه ايوه مشاهد الفايتنج بتاعت ميكي عبقريه وفيها شويه حاجات ارتستيك بالبونش اللي وقعته تحت الميه أيوة وطلع أيوة الميه عمل مهدي الايديتنج في الفيلم ده حاجه اسمه يعني الراجل جاي ريتشي جاي ريتشي ايوه الايديتنج تحفه
تحفه ونقلات والفيلم فيه افلام سهل قوي ان يبقى رتمها سريع فتتعب معاها او رتمها بطيء لكن انه رتمه سريع وانا مش حاسس بان لا انا حاسس بالعكس انه ها هتوريني ايه تاني ده وبننط من هنا لهنا لهنا. انا بحب سناتش جدا. روكي 3 بصراحه شفته مره واحده و يعني بحس دايما نجاح روكي في 1 و2 ان هو صعوده للقمه. لما صعد للقمه في 3 ولقى مستر تي وبتاع عشان كده جه في 4 خسر كل حاجه. ولا 4 ولا 5 اني واحده اللي خسر فيه كل حاجه؟ 5 5 لما جه 5 وخسر كل 5 ده كان بالنسبه لي لما نجي له يعني. بس 5 ده حسيت ان هو ايه طبيعي نعمل ريسيت عشان الشخصيه ما نجحتش غير لما كان هو اندر دوج. فمع مع وانا مع يعني ما حبيتش الصراحه هو بيحب مستر تي بس انا ما حبيتش روكي 3 يعني صراحة. انا ما حبيتش روكي 3 خالص. انا روكي 3 بالنسبه لي كان فتره من الفترات واحد من احلى الاجزاء بتاعت روكي كفان يعني فيفر مش طبعا يعني احنا كنا بنجيب الحاجات ديت ونتفرج عليها ونسقف طبعا بس يعني لما نخرج بره روكي ونقول يا سينما لا طبعا لا طبعا ما فيهاش طبعا يعني ما فيهاش مقارنه بين روكي 3 وبين سناتش. بس لازم ادافع عن روكي مثلا. روكي 3 ده اكتر فيلم روكي في فايتس. يا سلام. يعني اول مشهد اول فايت كان هو هالك هوجن لما كان عامل ثاندر اسمه بعديها عمل مع مستر تي ومستر تي يعني عمل مع الجلال. بعديها راح مع ابولو كريد ومرنه ورجع وعمل الفايت الاخيره وكسب. انا الرحله دي فكره برضو ان ابولو كريد بقى صاحب روكي ما هي دي بدايه من هنا. فكره ان ابولو كريد هو اللي يدربه ويتنازل فكره ان هو لا انا مش دلوقتي فايتر لا لازم اساعد ولازم اشوف يا جماعه اغنيه اي اوف تايجر طلعت مننا و يعني وانك انت تشوف البوند دي وفكره فعلا يا جماعه وحياه ربنا ما بهزرش. لما كان انا لما من كتر ما شفت الفيلم ده كتير فكره لما بولو كريد لما قال له انا شفتك وانت اول ما شفتك في اول ما في الحلبه قدام مستر تي مستر تي كان مستفز بطريقه غير طبيعيه وميكي مات في الجزء ده وكان بيقل ادبه على ادريان وكان وقال له اول ما شفتك في الحلبه اول ماتش لما كنت بتعمل كده انا عرفت انك هتخسر. قال له انك انت لما اول ما بصيت له وقعدت بقى لما بتريوتش كتير فعلا سيلفستر كان قدام مستر تي عمال يعمل كده فاهم عمال يبص في الارض كده. قال له انت واضح انه فان بوي لا قال له اي اوف ذا تايجر فين فاهم. فبعد كده بقى لما شفته بقى بعد بقى ابولو باصت اللي هو لا تعالالي بقى تعالالي وريني نفسك فاهم. فانا عشان كده انا هاخد روكي 3 لان انا عارف ان سناتش كده ايه هو اللي هيكسب. يس ذا فايتر واميليون دولار بيبي. طيب انا ما شفتش اميليون دولار بيبي اوكي بس فانا اللي اقدر اقوله في حق ذا فايتر انا الفيلم ده على قد ما هو حلو جدا فيلم جميل جدا بس الفيلم ده انا بحس دايما ان لو غيرنا كريستيان بيل بممثل تاني او بدلنا حتى الادوار يعني هو يبدل مع مارك وولبرغ بدلنا حتى الادوار انه بالعكس فيلم حلو جدا بس ان حلاوه الفيلم انا جايه كتير منها قوي من كريستيان بيل وجايه من علاقه الاخ باخوه وان هو حاسس ان هو ندمان على اللي عمله في نفسه في نفس الوقت غيران من اخوه في نفس الوقت نفس اخوه يحقق اللي هو عمله بالاتيتيود بتاعت الجانكي كما يجب ان تكون تحفه. انا عايز اقول لك انا من كتر ما انا ما كنتش عارف اصلا قبل الفيلم ان شخصيه حقيقيه وبعدين وقفت الفيلم. انا فاكر انا بتفرج في البيت على اللابتوب وقفت الفيلم ودخلت ادور على حاجه اونلاين على الفيلم فعرفت انها قصه حقيقيه فكملت الفيلم وانا بتفرج وانا ما شفتش الشخص الحقيقي قبل ما يعرضوا صورته في الاخر انا خلاص بقيت شايف قدامي الشخص الحقيقي ومتخيل لما بيكلمه في السجن عايز اعرف الماتش حصل فيه ايه وبتاع. انا حسيت انا تخيلت ان ده حصل في الحقيقه يعني من كريستيان بيل ومن الحاجات الكوميديه اللي كان بيعملها لما بيجي يحمسه قبل الماتش لما يجي يتصوروا في الوزن فيقوم عامل كده جنب خطير. بس في مشاهد لمارك وولبرغ ما اعرفش انا ما بحبوش يعني بحسه يعني عشان هم مثلا على قد اصلا ما هو بس هم يعني جزء من هو يعمل في بطوله الفيلم ده كان ان هو هو فن الملاكمه قوي وهو ساعد ان الفيلم يبقى وهو بدنيا جاهز وكان في مرحله نجوميه مقبوله. انا قصدي بس ان عنصر مهم قوي من نجاح ذا فايتر طبعا غير ديفيد اوراسل هو كريستيان بيل. ف فانت لما بتقول انك كنت عايز تعكس الادوار عشان انت عاوزه في مركز الاضواء اكتر بس يعني ايوه مش بقول ان كريستيان بيل مش بعيب على حاجه فيه لا مش بعيب على الفيلم بس بتكلم انه كان ممكن الفيلم يبقى اقل من كده لو قلبنا الادوار. ما كانش مارك وولبرغ هيعرف يعمل نفس الكاركتر اللي انا بالذات هي اللي خلتني اكمل فرجه على الفيلم مع ان انا بحب الفيلم بس يعني انت قصدك من الاخر
اكتر حاجه شدك في الفيلم شخصيه كريستيان بيل لكن اوفرول كفيلم؟ اه ما وعلاقه والعلاقه ما بين الاخين غير اي مشاهد تانية كنت له علاقه بالام هو والعلاقة, والعلاقه بالاخوات امهم هي اللي كانت بتمانج ال بتمانج ال علاقه حتى ايمي ادمز في الفيلم ده على قد ما خطيره بس ليها كم مشهد حلوين المشهد اللي قاعده فيه على البلكونه وبتاع هي يعني كانت تحس ان هم يعني في وصلات رتح من بتوع الحياة الشعبيه بجد يعني هو فيلم حلو فيلم حلو والله بالعكس انا بحبه فيلم حلو جدا انا بالعكس انا بحبه بقول لك انا ما شفتش مليون دولار فانا بقول لك الكاونتر ارجمنت يعني مليون دولار بيبي ده يا دود بقى خلينا اعرفك بيه انا عارف ان هو كلينت ايستوود بيمرن اسمها ايه هيلاري سوين ايوه وفي مرحله من دي بنته بقى مش بنته لا مش بنته هي مجرد بروتيجي يعني هو جابها علشان يمرنها وكلام زي ده وابتدى يصعد بيها سلالم المجد وبعدين بتحصل حاجه اوكي متحرقليش في الفيلم مش هحرق لك يعني ولو انها هي في البلوت قوي يعني فاهم الفيلم حامل في طفل يساوي مليون بيس ومليون دولار بيقلب سواد يا يوسف عليا النعمه ما شفت زيه في حياتي وانت تتصور ان احنا يعني نازلين في بحر السواد ده عشان يجي امل عشان في نقطه معينه هنكتشف حاجه ونرجع تاني بقى مفيش احنا نازلين للابد في الفيلم فيه كميه سواد يا جماعه اللي عايز يتفرج على شويه سواد يكرهوه في عيشته مليون دولار بيبي بس طبعا ده ليس تعقيب على الاطلاق لان الفيلم فيه اي مشاكل اوكي انتوا اللي قولوا اروع ما يمكن ايه رايك في مليون دولار لا مليون دولار بيبي انا بالنسبه لي ده اللي هختاره بس ده مش هيقل يعني الاثنين دول بالنسبه لي خطار بس مليون دولار بيبي عشان كلينت ايستوود برضو فكره ان الراجل برضو ده يعني هو اللي اخرجه ايوه انت فاهم ان الراجل ده بيخرج دلوقتي ايوه الفيلم ده هيلاري سوين كسبت عنه كسبت اوسكار ومورجان فريمان مترشح اه لو انا فاكر صح يعني 90% جماعه هذا البرنامج عشان في ناس بتقول لك يا جماعه بعد كده بوضحوا المقاييس بتاعتكم عشان ما يبقاش هبد وخلاص هو هبد وخلاص يا جماعه هذا البرنامج هبد وخلاص انا بحس يا جماعه انها هي مناقشات يعني مين يقدر يعني مثلا ممكن الحلقه دي نصورها تاني بعد شهرين او بعد سنه تلاقي بنختار فيلم تاني حسب عادي يعني جدا بالظبط بالظبط في معلومات مش متاكدين منها دورنا مش مهرجان ايه بنحب ايه ارائنا ايه مين عرف يقول حجه او نقاش حلو او يقول نقطه مهمه لكن انا كائن درامي جدا في الافلام فانا عشان كده دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تزود فكره مليون دولار بيبي السواد الزياده اللي حصل في الاخر ده كحل وفكره المفاجاه برضو زي ما استنى لا كمل متهيالي حد حرقها لي مره متهيالي حد حرقها لي هو مادي قالها فكره اللي هو اكيد 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 مش هتنيمني كده اكيد مش هتسيبني في كده لا ما بيقفلش كده بيقعد ساعه ونص يحلب في كده يحلب ديت كلمه سلبيه بس هو بيقول لك حقيقه الامر عامله ازاي ايه شوف الدنيا بعد كده بتتحول حواليهم لاي مرحله شفت لما اهلها راحوا زاروها في ماشي ماشي اللي هو عارف دي من المرات اللي تحس انك فعلا عايز تمد ايدك جوه التلفزيون تطلع ناس وتنزل فيهم ضرب لغايه لما يموتوا في ايدك بس هو ده واقع وبعدين مورجان فريمان كان عامل دور يعني مدرب مع كلينت ايستوود ومن الاخر هو اللي بيساعدك كمشاهد انك تميك سنس من اللي بيحصل ده كله أوكي. هو عاوز يفهمك حياه الناس دي عامله ازاي وفي الاخر بتقول اللي ايه وزي ما ناقص يقول لك ايه الدروس المستفاده اللي انت اتفرجت عليها مش بالظبط وذا فايتر بالنسبه لي كريستيان بيل هو ويمكن الفايتنج سيكونسز اللي في النص الاولاني من مليون دولار بيبي من اجمل ما يمكن جمال جدا خصوصا احنا بنتكلم لعالم تقريبا ما شفناهوش تاني ملاكمة سيدات دي حقيقه دي حقيقه هي ملاكمة سيدات انا ماشي معاكم ذا فايتر يعني هو مفيش حاجه زياده تتقال غير ان كريستيان بيل برضه ده الاوسكار الوحيده لكريستيان بيل صح دي الاوسكار الوحيده يمكن المشاهد برضو بتاعت يعني على مشاهد البوكسنج كانت حلوه برضو بالذات المشهد اللي هو اللي كريستيان بيل بتقعد عليه فيه ده كان جامد ففي والمشاهد مارك وولبرج البوكسنج حلو يعني مشاهد حتى برضو دي حاجه يعني حاجه بنحكم عليها ان مشاهد الفايتنج طبعا ما شفتش هنا بس مشاهد الفايتنج اللي هنا لا حلوه مش اللي هو جداً. يعني جوه دراما وخلاص لا دي حقيقة. وبالنسبه لي في التوب يعني التوب ذا فايتر توب برفورمانس لكريستيان بيل هو مع امريكان سايكو طبعا يعني الاثنين دول هي هو ماتش صعب فعلا فانا المقارنه قريبه جدا انا مش هزعل ان كان اللي حفوت ذا فايتر عشان شفته انا مليون دولار بيبي شيت يعني انت كده انت مين بقى حلاوه انت يا جميل انا الوزير يا ولاد انا حفوت ذا فايتر اوكي حلو عشان بجد هي قريبه قوي 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 يعني بس انا مليون دولار بيبي رغم روعته كلها انا مستحيل ارجع اتفرج عليه تاني
هو في قائمه ضيقه تضم بتاع 5-6 افلام في حياتي كده. ريكوين فور دريم من ضمنهم طبعا. انا عمري ما شفت ريكوين فور دريم عدل. فانا لما اشوفه ممكن اقول اولد بوي في القائمه ديت. اولد بوي ما احبش ايه كابه يعني ولا حاجات. اللي هو حاجات سوداويه ما ينفعش. وبعدين هو اصل الصدمه ديت بتفرق من انسان لانسان. هي بتكونكت معاك انت على حاجه، في شخصيه بتفكرك بشخصيه في حياتك، في حدث يفكرك بحدث في حياتك، فانت لا السواد دوت انا ما عنديش استعداد اعيشه تاني خلاص خالص. صح. فيا يمكن عشان دي بس انا مختار ذا فايتر، انا مش عايز اتكلم على مليون دولار بيبي تاني، مش عايز افتكره تاني. وورير يقابل علي. بعتذر لكل مشاهدين فيلم جامد. انا وورير برضو من الافلام اللي برضو ما شفتهاش، بعتذر لكم جدا. مش مشكله. حد يبدا بقى غير انا بدات. وورير علي مايك انا زيك مايكل مان. دي مشكله. بس علي بس مش بس مش علي افضل ممثل يعني. انت لو حد انت بتحب مايكل مان، لو حد جه قال لك رشح لي فيلم مايكل مان اشوفه، ممكن ما يتحطش اساسا في القايمه خالص. ممكن اقول لك الفوت قبل ما ابتدي، بس هو وورير. وورير از ا بوكسينج فيلم، واحد من احلى الافلام البوكسينجز اللي اتعملت. توم هاردي ونيك نولتي. تخيل ان انا كنت الفيلم ده من تقريبا من سنه او سنتين كنت هشوفه. اخوات واد كويس اول التاني دوت، ودايما بتهضم حقه الناس الاندر ريتد. اللي هو اسمه ايه اللي هو كان هيعمل إلتون جون. يا راجل جول ادجر. ادجرتون. ايوه هو. ايوه جول ادجرتون ده كان ليه فيلم اسمه ذا جيفت مع جيسون بيتمان، كان عامل دور سايكوباتي من اروع ما يمكن. خطير. انا عارفه طبعا. وورير من افلام، من عدد من الافلام موجوده على الترابيزه هفتكرها اكتر وانا بقرب منها. لما قربنا من البوس فايت، يعني ده فيلم فيه لغايه لما توصل للبوس فايت، انا كنت داخل البوس فايت خايف على بطلنا من انه يموت في الماتش. وفي افلام تانية فيها الصفه دي، انا بجد بتفرج وانا قلقان كاني بتفرج على ماتش حقيقي. وتوم هاردي عامل فيه تعقيدات اللي هي تحس انك بتتفرج على بركان خامد وعارف انه في اي لحظه هينفجر. وعنده لحظتين انفجار، يعني مش لحظه واحده. الاثنين منهم واحده قصاد نيك نولتي، يا خبر ابيض على الحلاوه. ونيك نولتي هو الاب. ابوهم. ابوه. اوكي. الاب الاثنين اثنين اخوات هيفايتوا بعض. اوكي ما تحرقش خلاص. ماشي يعني ده القصه اللي على اي ام دي بي عادي. دي عادي. يعني بص انا اللي اقدر اقوله في علي ان انا الكاركتر بتاعت محمد علي دي في الانترفيوز كاريزماتيك جدا، وازاي بيتكلم بالريزم بالفلو ده ما بيقفش، تحس انه حافظ الكلام بس هو مش حافظ الكلام. فكنت يعني اللي هو اكيد لما اي ممثل هيجي يعمله هيبقى الموضوع طالع اسمها ايه كرتوني قوي. ما كانش هايل بس كان مقبول، يعني ما حسيتش اللحظه انه ده ويل سميث وحافظ الكلمتين خالص، لا حسيته انه في الريزم بتاع بالذات لما يساله الصحفي فيقوم ردد عليه ويقعد يعلي في نفسه في مشهد كده بعد ما اتبرأ من القضيه وماشي والصحفيين عمالين يصوروه وعمال يكلم تحفه. صحيح. ففي مشاهد وبعد ما خسر الحزام وقعد في العربيه بيكلم صحفي، ففي مشاهد في الفيلم بصراحه انا ما توقعتش انها تعجبني كده. المشهد اللي بيروح وهو بيتمرن قبل الرامبل اند جاجل ويجري مع الناس وبتاع ويطبل والناس. الموسيقى كانت خطيره في الفيلم. طموح يا جماعه، انا مستني علشان اتكلم في الحته دي. فلا ده في الدوكيومنتري بتاع وينير كينجز لما كان بيقولوا ليه بوما ايه. فهو عمل يعني ما خيبش املي، بس مش فيلم ماستر بيس. مش فيلم اللي هو ده احلى، عارف في افلام كده ده احلى كمان من الحقيقه. لا الفيلم ده مش كده الحقيقه. انا بالنسبه لي محمد علي كشخصيه لغايه دلوقتي لم تقدم في السينما على قد ما هي ليجاسي حتى. صحيح. الان حتى يعني انا استغربت جدا لما الواحد كبر بقى وعرف مين مايكل مان، ويل سميث. لا الفيلم ده كان يطلع احلى من كده كتير كمان. كان حاجه زي كده. اصل بحس ان في افلام كتير قوي بجد لو اتعملت النهارده حتى بنفس الممثلين بنفس المخرجين هتطلع حاجه تانية. انت واحد انت اكتر ادرى مننا كلنا بان الفيلم وهو في المطبخ محدش عارف هيطلع ايه، حتى صاحبه مش عارف هيطلع ايه. وانا اتصور ان ما بين كل افلام مايكل مان علي هو اكتر مشروع خرج عن سيطرته. لان لما تيجي تتفرج، بص انت عبرت عنها كويس قوي، اتفرج على اي مشهد فيلم علي كلهم حلوين وكلهم فنيا مرتقيين، كلهم حاجات طبعا راقيه جدا، بس حطهم كلهم مع بعض تحس ان كان هو قدامه مفيش حدوته بيقولها، مفيش انجل بيقولها، هو معرفش يحكي انهي حدوته بالظبط، معرفش يتبنى انهي رؤيه بالظبط، معرفش يحكم الشخصيه على انهي زنوب بالظبط. ويمكن يكون قصد قوي انه عاوز يوريكم ان لا علي ليه جانب اسود وليه طباع مش كويسه وليه حاجات في شخصيته متناقضه وليه حاجات معرفش مين، بس معرفش
يصغها مع بعضها عشان يقدم حاجه متماسكه. بس قدم وحدات مشاهد من اروع ما يمكن. وانت ذكرت التسلسل بتاع لما كان بيجري في الشارع والتسلسل المظلوم جدا الرامبل ان ذا جانجل الفايت بتاع ترانسفورمر. انا شفت دوكيومنتريز بالهبل على 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 الماتش ده. لا الفيلم دوت عداله اداله حقه اداله العداله المناسبه بتاعته واستخدم اداه. ودي من نادرا لما تلاقي حد بيعملها انه عنده فيلم فيه ساوند تراك وبعدين يجي على اغنيه واحده ما يخجلش من انه يستخدمها مرتين لان هي مناسبه في المرتين جدا. هي اغنيه اسمها تومورو لسليف كيت هي اللي لعبها في الماتش واللي لعبها في التسلسل لما كان بيجري وختم عليها الان كريدتس بتاعت الماتش وختمت الان كريدتس بتاعت علي في تقديري الشخصي من الاروع في التاريخ. الماتش نفسه بالمطره واللي يجننك انه ده اللي حصل في الحقيقه. في اغنيه نفسها اسمها زئير ان زئير كان بيقول لك ذا لايتنينج ستراك توايس ان ذا نايت وانس ان ذا مش عارف ايه ان وانس افتر ذا فايت. وده اللي حصل فعلا. هو بعد ما الماتش خلص مباشره الرعد ضرب في السماء والمطره مطرت. حاجه يا جماعه انتوا لو بتخرجوا المشهد مش هتعملوا كده يعني صح؟ فاهم. فلا فعلا انا معاك جدا في المشهد الاخراني ده من اكتر المشاهد اللي بتشعرني عموما بحبها جدا. بس وورير 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 صح؟ وورير وورير الفوت شرف العالي عشان حتى الفكرة ما حطرهوش في البايوز. انا كنت عايز الماتش ده يا جماعة عشان انا عايز وورير وفايتر قريبين قوي من بعض لازم يلعبوا قصاد بعض. انا لغاية دلوقتي القايمة مكيفاني جدا الصراحة. ننتقل للجانب الاخر مع اول مباراة خلاص كده في واحد هيوصل الفاينل من روكي بالبوا وسناتش وذا فايتر وورير علشان نشوف بقى اللي بيحصل الناحية التانية. سندريلا مان وريجينج بول. انا زعلان زعلان جمهور فيلم جامد ده اخر ثلاث فيلم خلاص بقيت الافلام شفتها كلها على سندريلا. ازاي شفت سندريلا؟ عارف راسل كرو عامل شغل المشكله بقى بالنسبه لي في سندريلا مان ده ان ده اكتر فيلم اندر ريتد لراسل كرو. اكتر فيلم ناس كتيره جدا تقول لهم ايه يا عم سندريلا بيتخيلوا ان ده بس هو في موسم الجوائز خد حقه. هو خد ترشيحات مش فاكر كام كاتيجوري بس خد حاجات. وانا لو في ايدي ادي اوسكار لحد في سندريلا مان بول جياماتي المدير بتاعه. انا في حد بول جياماتي ده عموما برضو من اكتر الممثلين اكتر الناس الاندر ريتد في التاريخ. انا قريت زمان حوار ان سندريلا مان ده من اكتر الافلام. انت فاكر ساعتها بقى اللي هو راسل كرو نجم وبتاع ومش عارف ايه الفتره دي لما كان الناس. بس هو كان ساعتها كان سبب من الاسباب ان الفيلم ده ما اتشافش ان هو كان ساعتها اللي هو كان في حوارات كتير ان هو كان معروف ان هو صعب جدا وبيضرب كان ضرب حد ده ضرب حد بالتليفون لا ده في جلادييتر يا فندم كان هيضرب السيناريست كان هيضرب الراجل لا ده هو كده مش هو النهارده عقل وبقى كويس وبتاع لغايه النهارده تعمل معاه انترفيو وتجيب سيره جلادييتر يقعد يشتم في السيناريو يقول لك ده السيناريو ما كانش ينفع يطلع منه فيلم اصلا هم عدلوا عليه يعني ولا طلع بيقول لك هو وريدلي سكوت اللي هو بيقول لك ايه خلاص احنا لبسنا في اللبسه دي مشهد بمشهد وجمله بجمله وزق مع بعض زق مع الاوردر وبعد بقى الحوارات دي لو تفتكر كان ساعتها الاشاعات بتاعت ميج راين وراسل كرو كانوا عاملين فيلم وكانت ساعتها ميج راين متجوزه بروف اوف لايف دخول ده فيلم كويس دخلنا يا جدع فهو خلاص بقى فالفيلم ده انا فاكر الخبر اللي كان بيتقال ان دي لاول مره شركه انتاج بعد ما الفيلم فلوبت بعد اول اسبوع قالوا للناس بعد اذنكم لا ده فيلم حلو خشوه لو ما عجبكوش هنرجع لكم يعني التذاكر يعني هو كان متكنسل ساعتها من الاخر لا نزل بس بامب جامد جاب ايرادات الفيلم كان بادجت عالي قوي والايرادات صفر اللي هو قالوا لا فيلم يستاهل خشوه لو ما عجبكوش هنرجع لكم فلوس دي اول مره تحصل حاجه زي كده رينزل وجري اللي اترشحت برضه من الفيلم ده بتاع مراته بتهيألي وران انا ران هاورد بحبه عشان هو عيد ميلاد نفسه يوم عيد ميلادي عموما يعني بحبه جدا فنفسي اي حد ما شافش سندريلا مان ده يتفرج على الفيلم ده لانه قصه رائعه ككل حاجه قصه وهو حقيقيه وهو فيلم اخر وصولا للفايت الاخيره انا كنت بتفرج وانا قلقان ان البطل بتاعنا هيموت بالظبط مش هيتغلب هيموت يموت فاهم فانا كده احنا اتكلمنا كتير على فيلم سندريلا مان ريجينج بول تصدق لا انا عايز حاجه على ريجينج بول حبيتها قوي في يا جماعه ممكن اعمل بلوج ان تشانل اجنبيه عادي في كلهم زملاء يعني زملاء يعني قناه جي كيو بس سميله برضه يعني بيجيبوا هم مخرج مش جي كيو قصدي فانيتي فير تقريبا حاجه كده اي خدمه للاثنين اللي هم بيجيبوا المخرج يبريك ده يتكلم على افلامه او ممثل يتكلم على ادواره فلما كانوا حلقه سكورسيزي فكان بيتكلم على ريجينج بول ان هم في التصوير كان كل كادرات وهو مع مراته الاولانيه او البنت اللي حبها واتجوزها بعد كده
كلها كادرات، الكاميرا فيكس، كاميرا هاديه، عدسات واسعه، الاضاءه خافته جدا، مش خافته، ما فيهاش حتى هو ابيض واسود، بس قصدي ما فيهاش سورسز نور كتير عشان تبقى الالوان سيمبل. انما في الماتشات اللعب كتير قوي بفلاش الصور وعدسات واسعه، الحلبه اللي كانوا بيصوروا فيها عاملين حلبه اكبر عشان تستحمل الكاميرا والكرو اللي واقفين على الحلبه، بس كانوا بيصوروها في الفايتس ايه بيصوروها قصدي بالبرسبكتيف ده عشان يحسسك، بيقول لك عشان نحسس ان الماتشات الملاكمه دي على كوكب تاني، ان ده عالم بالنسبه له، وماتشات الملاكمه دي عالم تاني خالص. الشوتس وهو مترقب والراجل التاني واقف له اللي هو اللي قال له نوك اوت وقال له لا مش هنزل له وبتاع. فيلم طبعا يعني كلاسيك يعني. ريجينج بول و كريد 3 اللي ما كان لوش نصيب ان هو يتحط معانا، اتصور هم اكتر ماتشات ملاكمه الماتشات اللي فيها كان فيها ارتستيك اكسكيوشن. يعني فكره انسى بقى انك في ماتش، تعال نتكلم فن بقى، تعال نتخيل حاجات، تعال نلعب بالزوايا، تعال نعمل حاجه. اوكي هو ايه ازت فير ان انا اقول ان انا يعني ما بين افلام سكورسيزي كلها ريدجنج بول مش من افلامي المفضله ولا لا؟ عادي جدا ما فيش اي حاجه. انا عايز اقول حاجه بس الواحد هيجت كانسلد عليها. مش كده، هو كازينو نسخه احلى من ريدجنج بول يعني. لا مش البروفايل بتاع الشخصيه، مش يعني البروفايل بتاع الشخصيه، انت بس بتتكلم على الشخصيه السيلف ديستركتيف ديت دي ليها ابعاد تانية وتنفذها بشكل كويس، وفي حاجات كتير قوي بتاكو. انا عارف كازينو جه بعده بكتير، بس قصدي امتع بالنسبه لي واشوفه. انا شفت كازينو مرتين وريجين بول مره، بس تقول لي حاجه دلوقتي تقعد تتفرج عليه 3 ساعات تاني هقول لك هتفرج على كازينو. اكيد من ناحيه انترتينمنت وايز بس يا جماعه احنا اول مره نشوف جو بيشي محترم من بلد وفارس انا عندي سؤال طيب. ومش طالع يعني هو جو بيشي دايما تفسيره في مخي، ومش قصدي اهانه يعني، هو موضوع هو عامل زي البول دوج الشرس هو حته بتاع قد كده بس اغلط فيه يعني. فريجن بول ما كانش كده خالص. هو عمل مشهد بس اللي هو بسيط ده اللي هو لما دخل دخل البار عمل راسه بس لا، والمشهد ما بينه وما بين اخوه لما كانوا في الباركينج ده كان مشهد لا انا يعني بص لما واجهه لما راحوا لما في الاخر خالص لما كبروا لما كانوا ماشي. هو دانيرو ليه مشهد من اعظم ما يمكن هنا، بيعيد فيه لاينز من فيلم تاني. الفيلم التاني اللي هو اون ذا ووتر فرونت، لما مارلون براندو كان بيقول لاخوه وات ديد يو تيل مي ذس از نوت يور نايت، وهو اخوه عمل معاه كده في الفيلم ده. لان جو بيشي ساعده في ان هو يبيع ماتش وهو قال له اي كود هاف بين ا كونتندر، اي كود هاف بين سمبادي، وراح عايد نفس اللاين بتاع الفيلم التاني قدام المرايه بالكاباسيتي بتاعته دلوقتي ان هو بقى مونولوجيست بالظبط. بس حقيقي ريجن بول تقيل على قلبي يعني. انا اتفرجت عليه مره وينك مرتين، تذوقت الاداء اللي فيه قوي، تذوقت لغته السينمائيه قوي، بس هو على مستوى الانترتينمنت لا ما احبش ارجع له تاني. كانترتينمنت لا 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 طبعا بس كفيلم وايز اجمل من سندريلا مان طبعا. وفكره انترتينمنت اتفرج على سندريلا مان اتفرج على سندريلا مان طبعا. ريجينج بول بالنسبه لي فكره برضو في حاجه كمان، في فكره ان هو تعب جدا. دينيرو كان رفيع في الفيلم جدا وبعد كده تخن. ده بجد هو مشي ورا سبحان الله ما ماتش من في ايد مارتن سكورسيزي. خالص الترانسفورميشنز اللي عملها فيه في تاكسي درايفر، واللي عملها فيه في كينج اوف كوميدي، واللي عملها فيه في ده، واللي عملها فيه في البلاوي. في فيلم التاني اللي هو كان اسمه ايه اللي نزل اللي هو واخد ستايل هيتشكوك ده اللي هو كان في فيلر كيف فير. ده برضو ده انا اول مره اشوف سيكس باكس لروبرت دينيرو. كتير دوت في مشهد لما وقف يقول شعر وهو بيضرب الناس في وسط دين هانتر ده كان مين اخرجه له؟ سكورسيزي. مايكل تشيمينو. مايكل تشيمينو ده كان دير هانتر ده كان ده كان اخر حاجه لجون. لازم يكسب اوسكار دير هانتر مثلا. انا مثلا شايف ان لا دير هانتر وتاكسي درايفر اولى طبعا من ريجينج بول بتاع. لا دير هانتر وكريستوفر ووكن كان ويل ديسيرفد صراحه. انا بحب كينج اوف كوميدي قوي، بحسه الفيلم ده لو نزل النهارده هو جوكر. هو نزل النهارده جوكر. هو نزل النهارده العلاقه بتاعه السليبرتي والفان وقد ايه الاوبسيسيفنس دي وقد دي ريليفنت قوي للنهارده. فيلم نزل بجد سابق عصره بكتير بكتير. سمعتهم مؤخرا على تيك توك وهو بيتكلم بيقول لك المجهود اللي اتعمل في كتابه النكت اللي قالها روبرت بوبكن في ذا كينج اوف كوميدي، they are supposed to be bad
but not very bad. أيوة. يعني هو مش قصده نقول نكت بايخه قوي يبقى دي سهله، لا هي محتاجه تبقى بايخه بس مش بايخه قوي يعني. اللي هو انا تعبت فيها شويه. المشاهد الاوكوردنس دي لما بيروح له البيت وياخد البنت معاه اسود ايه ده، ولما بيقف مش قاعد مستنيه في المكتب وتقول له حركه اتفضل، ازاي الحاجات دي بتتصور على الكاميرا انت فاهم؟ اللي هو بيتكلم مع الهوست وامه بتندهله ثانيه يا امه. لا لما لو تفتكر عملها جربها في تاكسي درايفر في مكالمه التليفون وبعدين راح واخد الكاميرا وبعد بيقول لك اللي بيحصل اصعب من اني اخليك تتفرج عليه، وراح عامل بيه فيلم بحاله. لا يا جماعه سبحان الله، هو بريدجنج بول برضو الحته اللي في الاخر دي ما هي ان 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 روبرت دينيرو طلع من تحت ايد سكورسيزي من غير عقد نفسيه، دي حقيقه. بس انتوا هتقولوا ريدجنج بول؟ ها انا هقول ريدجنج بول عشان شفته الصراحه. انا هقول ريجينج بول عشان عيب، عشان عيب ماشي. انا مش يا دينيرو عيب بقى. انا عشان خاطر بس العيب واللي مش العيب، بس للامانه سندريلا مان مسلي اكتر، ممتع اكتر، مثير اكتر وبس. لا بس انا هفوت ريجينج بول بس برضه على فكره، يعني ما اقدرش عشان عيب زي ما كمال. بالظبط. واتمنى برضه من الناس والله بجد اتفرجوا على سندريلا مان، واحد فعلا من امتع واحلى الافلام للبوكسنج اللي اتعملت فعلا. هو بس اختاروا فيلن تعبان شويه في سندريلا، دي حقيقه. يعني انا الفيجر بتاعه التهديد ده كانت محتاجه تطلع من ممثل اكبر من كده شويه. بالظبط كانت ممكن اعتقد. روكي وذا ريستلر، روكي 4 ده ولا روكي روكي ده روكي 4 اهي. طيب ممكن اقول حاجه قبل بس ما تقوله؟ انا عشان انا يعني ما يعني انا ذا ريستلر عشان بس نديله الاونرز بتاعته. انا بحب المصارعه جدا، والافلام اللي اتعملت على المصارعه ما بين فكره يا جماعه اللي احنا دخلنا ذا ريستلر عشان النقطه ديت، عشان هو فيلم مصارعه وكان موجود في الحلبات، وعشان يوسف بيحب المصارعه. طبعا احنا ما اتفقناش على الكلمتين دول، دول مش حقيقيين على الاطلاق، بس انا شفت دلوقتي من المناسب ان انا اقولهم فقلت اقولهم وخلاص. لا بجد والله، الافلام اتعملت على المصارعه ما بين ريدي تو رامبل والفيلم بتاع جاك بلاك مش فاكر كان اسمه، لوتشا ليبري وكذا كلها. ليبري ده حلو قوي. ايوه قوي قوي. ما دخلناه ما عادي، ما كنا المفروض ندخله، كان المفروض يخش. يا سلام والله كان المفروض يخش. والله الصراحه هو ضحك. ده انا عندي حاجات بالهبل تتقال على ناتشو ليبري ده، على انه فيلم. لا ناتشو ليبري ولا لوتشي انا مش فاكر اسمه ايه. مش موتشا لوتشا ده، لا ناتشو ليبري. ناتشو ليبري ناتشو ليبري بتاع جاك بلاك. ايوه يا جماعه جاك بلاك عامل فيه بيرفورمانس من اعظم خطير صراحة. خطير. وفي مشهد انا لغايه دلوقتي بموت من الضحك عليه لما ببتايز الواد وهو مش واخد باله. ايوه عارف فكرني زمان، سوري يا جماعه يعني بدون حساسيات، لما كان زمان في المدرسه كان عندنا ناس افارقه فهم مش مسلمين، فكنا بنقول لهم قول لا اله الا الله محمد رسول الله، انا كده خليت واحد بقى. ايوه ايوه انا شفته اي خدمه دي حقيقه. فالفيلم بصراحه انا عاده الافلام دي كلها بتتعمل سيبك من ناتشو ليبري، بس مثلا الفيلم ده ريدي تو رامبل كان فيلم بيميمك المصارعه لطريقه انه يعني مش بيتريق عليها بس واخدها بطريقه ان الفان بوت. ريدي تو رامبل بتاع كيفن جيمس. ايوه ده حلو قوي برضو. طب ما حطناهوش احنا فيه. انا قلت مش هتحبه. انا قلت مش هتحبوا الحاجات دي عشان كده ما قلتهاش. منك لله دول حلوين جدا. ما انا قلت مش هتحبوا الحاجات دي. ادي حصريه هنري وينكلر في ريدي تو رامبلر. رامبل عامل دور من اعظم الفيلم ده انا بحبه جدا اصلا. على قد هو فيلم بيتاصل في هير كامز ذا بوم. لا مش ريدي تو رامبل، اسمه هير كامز ذا بوم. لا اسمه هير كامز ذا بوم. لا اسمه ريدي تو رامبل. طب كمل كلامك وانا هقول. انا هشوفه اهو. بتاع هنري وينكلر وبتاع لما كان مدرس وعاوز يجيب. لا مدرس ايه ده لما كان يبقى مش هنري وينكلر. مش هنري وينكلر ده اللي هو الضخم ابو دقن. لا 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 هير كامز ذا بوم ده اللي انا بتكلم عليه. لا 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 انت بتتكلم على واحد تاني. لا لا. اوكي يعني ثلاث افلام ما فكرناش فيهم. لا لا طب كمل كلام. فهو بيتريق على الفان بويز بتوع المصارعه وقد ايه هم اوبسست بالشخصيات بتاعه المصارعه والكوميديا اللي فيها. ريدي لا ريدي تو رامبل رامبل انا ما شفتوش. ده بتاع الواد ده اسمه ايه الراجل جوز. أيوة. جوز كورتني كوكس دوت ولا جوز يعني. ده هو الفيلم ده انا بحبه حب. ثلاث افلام ما نزلوش معاه بعشقوا الفيلم. احنا فاشلين. طب ممكن اقول حاجه نربد ومش مركزين. واكتر من كده انا كنت بحترم يوسف وكنت بحترم كمال وكنت بحترم مهدي بس هما مش جاهزين. لا اصل عشان برضه الافلام يعني كفيلم سينمائي مصارعه او حاجه قتاليه فممكن يكواليفاي كمصارعه وذا ريسلر، انما الباقي احنا بنركز على البوكس اكتر. ناتشو ليبري انا فاكر اسامي الشخصيات من جمالها. يا سلام. الراجل الكبير العظيم كان اسمه ايه؟ لا انا مش فاكر. لو نسيتوه يبقى عيب عليك. والله ما فاكر. رمسيس. يا سلام. الفيلن اللي هو الفايتر الواد اللي كان بيتاج معاه ده كان اسمه ايه؟ لا مش فاكر دي صعبه عليا. كان ضحك فشخ. لا انا عايز اقول حاجه بس معلش عشان افتكرتها. ريدي تو رامبل انا من كتر ما كنت بتفرج عليه كتير زمان اللي هو ايه الحوار ده؟ أيوة. اكتشفت فيما بعد انا كنت بحب ديفيد اركيت بسبب سكريم عشان دوي دي انا كنت بحب فان لسكريم جدا. انتوا انا اكتشفت يا جماعه في فيلم ارجوكوا انتوا الاثنين اتفرجوا عليه ارجوكوا اسمه
حاجة you cannot fight with David Arquette حاجة كده. أوكي. هو ديفيد أركيت هو كسب WWE. واو. كسب حاجة في WCW. WCW كسب ومن ساعتها من ساعتها الشخصية الجوفي اللي قدامك دي هو من ساعتها من ساعة ما هو كسب البطولة دي بالنسبة للعالم كله خلاص لا دي فيك قوي. لا خلاص من يعني هو السبب نقطة اللي هي ايه لا ده الموضوع تمثيل في عشاق المصارعة عشان هما اتحادين WWF اللي هو روك وستون كولد واندرتيكر WCW اللي هي كانت مثلا ستينج وبوكر تي وهالك هوجن وكيفن ناش فهو كسب الورد هيفيويت اللي هنا فعشان كده الشركة دي اصلا كده الاتحاد ده وقع لانه الناس قالت ممثل كل الناس بتكرهه خلاص بقى مكروه جدا في العالم ده فهو بقى بيوريك دوكيومنتري هو عايش ازاي الفترة دي وان هو بقى كمان ممثل فاشل فانا مش عارف الاقي نفسي في الدوكيومنتري هو بيترين عشان عايز يرجع تاني الفايت ده قصه هيتفرجوا عليها يا جماعه جميل هنبطل نروش عليك ونرجع لا بس ريدي ترامبل ده اصلا طالع فيه بوكر تي وجون سينا مثلا طالعين جون سينا طالع ورا مشهد بيتمرن في الجيم مش عارف معلش فاهم ايه جون سينا في ترين رك مع اسمها ايه لا اسمها ايمي ايه ايمي شومر. شومر في السينما لما ابتدى يتخانق مع الكابل اللي كانوا قاعدين ورا وقعد يقول جاي ريفرنسز ده من اعظم المشاهد الكوميديه في التاريخ على فكره هو على فكره هو جون سينا في الضحك بيضحكنا جدا جدا, جداً أيوة. يعني هنسكت المره دي لا والله خلاص لا بالعكس انا بحب الحاجات دي الرسلر فيه تمثيل حلو قوي لاي حد بيحب مصارعه فيه اوماجز كتيره حلوه قوي فعلا الحياه الباك عشان انا بشوف دوكيومنتريز مصارعه كتير فالحياه الباك ستيج للمصارعه دي وتعامله مع فكره البوكينج ومع حاجات الانديز اللي هي بجد بيقضي اليوم بيومه وينام في عربيه ويعمل ويتمرن ازاي ويجيب اكله منين ويمضي على عروض معينه وممكن في اي ماتش يكسر له يحصل له بجد مش يعور نفسه ودم وجوه المشهد لما كانوا قاعدين في الباك ستيج اللي بيدهن واللي بيربط ركبته العالم ده اي حد يحب المصارعه يروح فكرة انك انت تحط موس في البتاع عشان تعور انت عارف اصلا انه ميكي رورك وقت نزول الفيلم كان معاه عرض راسل مني ده اكبر عرض مصارعه بيتعمل راح لعب ماتشات مش حد لعب ماتش بس حضر ماتش كان هو برينك سايد موجود ومع كريس جيريكو وضربه كان في كريس جيريكو ده مصارع حقيقي وبتاع كان نوع من انواع البروموت ايوه دخل مصارع. ايوه لان هو كانوا بيبروموتوا الفيلم فالفيلم فيه تمثيل حلو جدا جدا مشاهده مع بنته حلوة جدا بس انا متفهم انه طبعا هيخسر قدام روكي انا نفسي هفوت معاكو روكي روكي يعني لما نجيله في الحاجات التقيلة والماتش اللي هيحصل ده هنا ده بس روكي يعني مفيش مقارنة بس اوماج لرسلر واحنا التلاتة روكي عشان هنحوش كلام روكي اللي بعده ده رسلر عظيم جدا ميكي روك كان لازم يكسب الاوسكار عند رسلر وعلى فكرة للناس الكتير اللي ما تعرفش الموضوع دوت ميكي روك دوت كل العالم القديمه بتاع هوليوود يعني لما تيجي سيرته بيتكلموا عنه بالدموع على ان الراجل دوت مكانته كانت المفروض تكون حاجه تانية خالص على مستوى امكانياته على الاقل لولا دماغه يعني لولا دماغه والله انا وراك ابراهيم سعيد السلام الامريكي لولا دماغه وفكره ان هو رجع تاني للفايتس بعد ما بقى ممثل عشان يشوه وشه عشان هو مش عايز يبقى البريتي بوي بتاع هوليوود فاهم واختيار دارين أرونوفسكي الصراحة للي هو ان هو يكاسته هو في الدور ده يعني هو الفيلم كله about غروب الحياة يعني ده وقفت الفيلم اصلا ما توقعتهاش خالص انه في النص خلاص سيبني كده انا الله اعلم الله وفي الاخر بعد كل ده ميكي رورك ده احلى فيلم عمله في التاريخ في تاريخه هو يعني. الناس بقى تعرف كلاسيكس احنا ما نعرفها حاجات قديمة لان هو قديمة من اللازمة في فيلم عمله مع دينيرو كده كان دينيرو شتون يس انجل هارت اسمه انجل هارت اسمه انجل هارت شكل اسمه بصراحه ساوث بو وريكي فور روكي فور انا لو طول اطلع الاثنين هطلع مع الوضع في الاعتبار ان الفيلم الثاني اللي كنت اقصده في قد ايه الكوريوجرافي بتاعت ماتشات البوكسنج على اعلى مستوى كنت اقصد ساوث بو اوكي ممكن اقول مين هبتدي انا ببدا كتير قوي اخش ساوث بو بالنسبه لي من اكتر الافلام الاوفر ريتد الله ينور عليك يا خبر ابيض يا خبر هو في ايه الجديد يا جماعه يعني ايه اللي انا شو لا كل الناس شفت ساوث بو وجيك جالنهال وعلاقته بريتشارد ماك ادمز في الاول طب ما يا جماعه احنا شفنا كل ده مع كل افلام ايه الفرق ايه اللي حسيته مختلف ما حسيتش باختلاف وحش لا طبعا فيلم حلو بس ايه اللي اقول لو عايز اتفرج على فيلم بوكسنج اتفرج على ساوث بو ما الصراحه كومبيرد للروكي فور روكي فور لا كومبيرد لروكي فور
طب كملوا ايه اخر ما روكي فور؟ لا روكي فور بص مبدئيا روكي فور ده كان ده بداية الحرب الباردة. لا بداية بقى اللي هو خلاص يا جماعة فرانشايز روكي دي كوميرشال بحت ويلا بينا نكاش جراب ماشي. اتعملت حلو ولا وحش؟ روكي فور ده اتفرج عليه 300 مره النهارده. انت طلع فوق الجمل بيتمرن فوق الجمل. أيوة انا اسف كمان انا هقعد اشتم في الفيلمين يعني. ما عادي جدا ما فيش اي مشكله. روكي فور دوت فيلم تحت شعار لا للتعصب. بس شفت حته في الاخر الروس وي كان تشينج وي اول وي كان تشينج. لو انتم ممثلين امريكان قوي قاضين جدا في كل حاجه قاضين وجبه تشيز برجر و200 دولار. واحد مهمته كل ما في شعرايه من دماغ درجه تيجي كده يروح يعدلها له ثاني يوقفها. هو لا هو معاكوا جدا في الافواره والنوع بس هتفرق ريواتشبل ايه اكتر. روكي فور فكره بص مبدئيا اول حاجه ابولو كريد فكره برضو ان انت بتشوف فكره ابولو كريد وعايز يرجع واللي هو ايه ده هو انا راحت عليا ولا ايه لما انا ما عايز ارجع للفايت تاني. في بقى سيلفستر نزل السنه اللي فاتت دايركتور سكوت روكي فور. هو في دايركتور سكوت نزل ايه بقى الحاجات الدراما زياده يعني اللي هو مثلا ايه ان هو وابولو قعدوا كتير فشخ عمال يقنعوا ان هو لا ما تروحش الفايت دي. مشاهد لابولو لوحده وهو عمال بيفكر من بين نفسه. مشهد بقى كان ده كان اوفر جدا روكي وهو عمال يتكلم جريف بتاع ابولو كريد لما بعد ما مات بقى كان لا مشهد طويل جدا. في مشهد حلو قوي في كريد لما راح يقرا الاخبار لميكي لما راح يقرا الاخبار لبولي سوري لما راح قعد قدام قبر ومسك قبره قعد لا انا حفوت طبعا لروكي فور يعني بصراحه الموسيقى يا جماعه والجبل وبيجري وبتاع من اكتر اللي هي بري فايت التريننج من اكتر الحماسيه الصراحه. شفت مره كان فيديو اسي جايب لك افلام كل افلام الفايتنج جايب لك ايه الحاجات افلام الفايتنج افلام الاكشن واخد منهم الحاجات اللي فيها ضرب سوري المونتاج التحضيرات والضرب قد ايه. فروكي فور المشاهد اللي هي فيها فايتنج سينز عاديه من غير مونتاج يعمل ساعه وهو الفيلم ساعه و40 دقيقه وفعلا كانوا بيضربوا بعض حقيقه. ايوه ده انت عارف سيلفستر في الفايت اصلا اول حته فيه بتقفل بنهايه 3 لما بيكسب دراجو في الاخر اخر نفس فايت نفس الموضوع من 1 و 2 2 بدايته وهم واخدينه مع المستشفى. ايوه بالظبط اخر فايت دراجو اتغاش دولف اتغاش مع سيلفستر جامد. شفت اكسبندبلز 4؟ لا طبعا عمري لا 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 بس ليه؟ عشان قعد شهر في في المستشفى سيلفستر في الحقيقه من ضربه من الراجل انا ساوث بو انا مش فاهم انا 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 يا جماعه عيطت لما ريتشل انا اسف سبويلر طبعا لما ريتشل ماك ادمز ماتت وعيطت في مشاهده مع بنته وزي ما تقول حته بتاعت الكاستنج بتاع بنته كان رائع. دي بنت شاطره جدا بنت دي بنت احلى حاجه جداً. في الفيلم وما جابوهاش ذا كيوتست جيرل ايفر وجابوها في اصلا شبه مرحله سنيه إيه؟ غريبه مش بتاعه طفوله والمشاهد بتاعت فورست ويتكر وبيقول له الملاكمه مش هنا الملاكمه هنا وانا اللي بقوله للعيال في الجيم ده شفته كتير في كل حاجه. ايوه بس هو الفيلم او الفيلم ما فيهوش حاجه يعني ما حسيتش ان في حاجه جديده بس كل حاجه اتعملت ما حسيتش ان في حاجه فورست. انت مش بتقول حاجه اللي هو الفايتس اللي كنت خايف على البطل في الاخر انا بجد كنت مش خايف انه يموت يعني بس كنت خايف ان هو الواد ده هيستفزه هيقوم خسران تاني هيخسر كل حاجه تاني وهيخسر بنته تاني. بالعكس انا مستغرب انتوا سابش معايا اي علامه من اي نوع طالع منه مش فاكر حاجه البنت بس ده عندنا ده بجد انا في مع فيلم تاني عيطت في بص انا مع كامل احترامي لا مش مع كامل احترامي انا بقول لك ده اسوأ ماتش شفته يمكن في تاريخ دور 16 اللي هو ايه الماتش ده في البوكسنج عموما في بوكسنج وفي بوكسنج بتاع السينما احنا عارفين يعني الناس اللي بتحب البوكسنج من افلام السينما الفايتنج فيه صح تيجي تقول لك ايه طب ما ده حلوه اللعبه دي وحماسيه ومليانه اثاره لما اتفرج على ماتش في التلفزيون يجي اتفرج على ماتش في التلفزيون ده يا جماعه ده غير اللي انا اتفرجت خالص ده ما فيش اي حاجه بتحصل ونص الوقت حاضنين بعض على الحفله ما فيش اي حاجه حاضنين بعض احنا فاهمين كويس ان هم لما بييجوا يعملوا افلام في السينما بيروحوا مدراماتيزوها اكتر بكتير وضرب بقى بيلاند فعلا يعملوا ايه يعملوا ايه دراماتيزوها دراماتيزوها ده انا سمعتها وعدت بقى خلاص يا مش لازم لا حسيت بقى اعراض فتاق في اولها دراماتيزوها
روكي أسوأ من ده بقى، يعني روكي أبعد من البوكسنج بتاع السينما ده، محدش بيدافع يا باشا. ده عدم المؤاخذة، الميلان قصاد الإنتر في ماتش الخامس، ده محدش رفع إيجي دافع عن وشه، ده ما فيه دي حاجة صحيح. أيوة صح صح صح، في الفايتنج بتاع كل الروكيز على فكرة كده كمان، كل الروكيز كده، كل الروكيز وليه دي حاجة غريبة يا جماعة. يا جماعة ده فيلم التمانينات 80s، يعني صوت هو عنده الجريس بتاع، لا هو بوكسنج سينما بس يعني مبلوع شوية، وفعلا هو كوريوغرافت احسن شويه. أيوة. فانا هفوت صوت ماشي. يعني انا عجبني المشهد اللي هو كان واقف عمل له الخيط وبيقول له ان انا ما كنتش عارف الحاجات دي في موجوده في الملاكمه، بيقول له كتفك واقف هنا ويعمل عارف. انا رحت اتمرنت مره ملاكمه فعلا والله بسببه مش عارف. هنقول دي كنا نقولها بقى في الحاجات الحصريه على البتاع. لا بس كان في، بقول لكم بقى في الاوف يعني كان في حاجه كده بس ما حصلش نصيب، بس رحت اتمرنت قبلها عشان اعمل كاستنج للدور. فروحت بقى جبت حاجات البوكسنج. استنى، هو ايه فيلم البوكسنج اللي نزلت في اخر خمس لا دي حاجه لسه هتنزل. اوكي دي حاجه لسه هتنزل. احمد السقا الجاي شفت بقى قفشته. right. بس ما هو اشرف عبد الباقي هو اللي بيدربكم؟ لا لا يا ابني انا ما عملتوش في الاخر. هو اشرف عبد الباقي طلع مدرب، طلع مدرب وشكله اللي هو فعلا انا عجوز على مربي مربي سكسوكه كده. ده خلاص ده اتعرض في على شاهد وعلى امازون، امازون برايم. فيلم ولا مسلسل؟ مسلسل. اسمه ايه؟ جوله اخيره. جوله اخيره هو ايه حكايه الجولات مالها كاتبه على جوله؟ مش عارف، هم كانوا مسمينها اول حاجه وزن الريشه في الاول وبعدين غيروا اسمه. اوكي ايه ده بقى؟ بلود سبورت وكريد 1. اوكي اتكلمنا عن بلود سبورت. كلمنا انت لما بتتكلم على الحاجات الفي اتش الساوي الباشن بتاعتك بصراحه انا ما اقدرش اقرا، ما اقدرش اتنافس معاك. بص فارزع بقى. انا ارزع. واو ارزع. جت معايا صح. بلود سبورت احنا بس بتجد اني واحد من الاثنين جماعه للامانه احنا مش متاكدين ده اني واحد مع كل، وده بقى مش من غير مذاكره، ده بمذاكره وبرضه مش متاكدين ده اني واحد. انا بدعي وعشان تعرفوا ابعاد الهبد بتاعت الموضوع ان ده الفيلم اللي هو اخوه هو اللي كان بروفيشنال ام ام اي فايتر وبعدين قابل الواد الفيتنامي، واحنا حتى هذه اللحظه مش متاكدين انه فيتنامي. ايوه والواد المفتري ده هو اللي شال اخوه، فهو دخل بقى واتمرن وفي الاخر قابله في المباراه الاخيريه. وايوه هو ده يا جماعه، هو ده. يبقى احط الصوره عادل يا شحروره والنبي. فهو بقى الواد ده بقى ايه فندم في الاخر قابله ويعني وتلف امله يعني في الاخر بنتج يا شحرور. يعني هل هو ده نفس الفيلم؟ هل ده فيلم واحد اصلا ولا دول 3 4 افلام بتوع فان دام احنا حطيناهم في فيلم واحد؟ اربع. هو فان دام افلامه تنقسم كلها يا اما توأم. ايوه يا اما بينتقم لاخوه. ايوه ويروح يحارب. هو بصراحه هو في الفيلم دوت لو هو الفيلم اللي في دماغي هو ما كانش بينتقم لاخوه بس. في فيلم هو كان بينتقم للبنت اللي بيحبها برضه علشان الواد الفيتنامي عمل الكلمه اللي شحروري شالها دي. ايوه ما عمل كده في اخوه بقى. فلا انا في فيلم مره ضحكت جدا على فان دام، انا قلت قعدت كان او اس ان فاكر سينما اللي هي كانت بتتفرج على فيلم، لقيته فان دام قلت ايه ده مختلف ودخل سجن. لا خد توأم دبل امباكت عارفه حاجه. هو ده حاجه. طب عندي سؤال، هو انا اول مره اخد بالي من اللي انتوا بتقولوه ده الصراحه، انا ما شفتش افلام كتيره، فليه دايما الحته دي؟ يعني ده لجوء لايه لما بيستسهل؟ يعني ده حاجه غريبه. داخلين دلوقتي نهار. ايوه هو بلاد سبورت. لا انا حاسس ان هو لا مش ده. انا مش هو. ايوه مش هيخو في الموضوع بلاد سبورت اللي بيخش الفايت. خلاص انا افتكرت. ايوه انا افتكرت بلاد سبورت اللي بيتعزم على المسابقه بتاعت الفايت. اتفرجت عليه مهدي من سنه نزل على نتفليكس. افتكرت انا كمان لما كل الناس. ايوه ده مش ده بتاع اخوه، ده التاني بتاع اخوه اللي انا قلت لك عليه بتاع كيك بوكسر. هو ده اللي انا قصدي عليه. هو ده اللي كيك بوكسر. والله ده اللي بقوله. الكيك بوكسر ده اللي هو غالبا اخوه. طب ما كيك بوكسر ده هو اللي حلو. طب نحط كيك بوكسر. لا خلاص بقى يا جماعه، هو هيكسب كريد 1. لا طبعا خلاص مش مهم. احنا حادين بقالنا فتره. اعتذر يا جماعه عن هذه الفقره العشوائيه. بس ممكن نقول ايه على بلاتش؟ بص كانت ممتعه القناه الثانيه. ما اعرفش وقال واحد اصلا ما خدها. كانت ممتعين بالنسبه لنا على القناه الثانيه جدا طبعًا. بس وفي اتش اس يا جدعان، انا كنت اصلا بروح، انا كنت اللي اعرفه ان هي دي السينما بس. يعني مفيش فيلم الفان ده، مفيش فيلم الارنولد، مفيش فيلم السلفستر هتفرج على ايه؟ جاكي شان. ومفيش حاجه تتشاف. هو ده الموضوع لغايه لما الناس قالوا لي ان في حاجات ثانيه وان اللي انت تتفرج عليه دوت يعتبر قاذورات اصلا. انت بتاخد بالك من الحوار ده ان احنا عندنا في مصر نجوم الاكشن هنا انجح من هناك؟ يعني مثلا فان دام هنا في مصر ناجح جدا از هوليوود ستار،
نفس الكلام على مثلا اقول لكم على بويكا يا جماعه. بويكا ده هنا في مصر. بويكا كان ممكن ينزل الايام دي ب 16 فيلم لوحده مثلا. اندسبيوتد اكتر ده الفيلم ده من اكتر الافلام ليها شعبيه في الوطن العربي بطريقه عمل غير اتعمل منه معرفش 9 ولا 10 اجزاء. بس ده متهيألي. طب ما فين ديزل مثلا شعبيته هنا في مصر برضو كبيره قوي عشان الافلام. انا بحس بس ان الافلام دي احنا في ثقافتنا مع بدايه الالفيه والحاجات دي الناس بقت تحب نوعيه الافلام دي بالزبط. جدا وعن بره ان عندهم رفاهيه يعملوا موضوعات كتيره جدا. اللي هو ايه ده مين جدا ده؟ فالجمهور اللي بيحب الحاجات دي بالعكس نيش اصلا بره. عمري ما انسى مثلا لما شفت ريفيو لجون ويك 4 واحد بيقول في واحد يا جماعه كان قايم بدور واحد تخين كده انا مش عارف ده مين وبيقولوا الممثل اسمه مش عارف مين كان بيقصد سكوت ادنز. سكوت ادنز ما يعرفوش اساسا ده بره بره. ده انا فاكره عادي. لا بس هو ممكن يكونوا ما عرفوهوش عشان الميك اب. انا ما عرفتوش الصراحه. في واحد بيقول انا ما شفتش ولا يو وانت كيلينج يو وانت كيلينج. هو بعد ما ابتدى يضرب ابتدت تربط معايا قال لا يا جماعه ده حد معروف بس عامل ميك اب وبعدين عرفت ان هو سكوت ادكنز. كنتش عارف انا كلها كنت عارف من قبليه فلقيته هو بيتكلم وهو قاعد عادي فعمال اقول اوكي انت اللي صممت عشان جروب الافلام العربي يا جماعه بويكا طالع في جون ويك 4 اوتشي وصلت. روكي بالبوا وسناتش. روكي فضل منه كام فيلم؟ سؤال الفيلم اللي انت عاوزه تكسب لسه موجود؟ لسه موجود؟ طبعا لسه موجود. روكي فاضل معانا بفيلمين. قعدت انت تقول انا وغفلناك في فيلمين. روكي بالبوا وسناتش. انا هقول قراري اساسا. قول روكي بالبوا. ما انت على طول بتقول روكي انت جديد في الموضوع. يعني لا لو كان مثلا روكي 3 او روكي ده قدام سناتش ماشي كنت اقول بس روكي بالبوا. روكي بالبوا الصراحه يعني عمل لقطه. انا بس في حاجه رمسيس سينما هيلتون رمسيس. لا روكي بالبوا انا جبته يعني عارف انت الحقبه الرفيعه في الزمن اللي ما بين الفي اتش اس وما بين الفول ديجيتال فورمات بتاعت الدي في ديز والكلام ده هي دي. انا شفته دي في دي. اوكي دي حقبه تقريبا استمرت شهرين مثلا حاجه كده. امتى هنحتكم لمعيار انه في افلام على هنا مايل اكتر ان هو فيلم انا ده متفق عليه في بوكسنج او فيلم بوكسنج او بطله الشخصيه الرئيسيه بتاعتنا هي الملاكم اللي احنا معاه في رحلته. دي نقطه لان في سناتش احنا شخصيتنا الرئيسيه اصلا مش بالظبط البوكسر وهو مجرد محرك للاحداث لكن هو وده شيء عبقري بالنسبه لبراد بيت في المرحله ديت من نجوميته انه ياخد دور. انا اصلا ان هو اللكنه دي انا ما اعرفش ازاي انا بجد انا ما اعرفش والكوميديا اللي طلعت منها لما هم الاثنين خدوا بعض على جنب انت فهمت ولا كلمه ولا بالظبط. انا بجد مش عارف ازاي على فكره سناتش دوت من الدلائل على ان جيسون ستاثام بيعرف يمثل. لانه على فيلم مليان ضرب جيسون ستاثام ما ضربش حد في الفيلم ده فعلا او برضه جيسون ستاثام زي اسمه ايه جدا هنا في مصر بطريقه غير طبيعيه. بس انا هقول حاجه هتخلي كل جمهورك يشتمني دلوقتي. ليه بس؟ انا ما بحبش جاي ريتش خالص. اوكي انا اللي اشتمك. فدي الحاجه دي حاجه يعني سناتش ده احلى فيلم. انا بحب جاي ريتش انا بحبه خالص. انا ما عليك يعني يا راجل لوكس توك سناتش بس لوكس توك وسناتش دول بس الفيلمين الوحيد اللي ممكن اتفرج لا ومم يعني مش فيفرت خالص. جنتلمان اقول لك على حاجه حاولت اتفرج عليه اكتر من مره بعد اول ربع ساعه بقفله. انا ما عملت كده اول مرتين مع بكره اسلوبه جدا بطريقه غير طبيعيه الراجل ده هرش شويه اللي انت انا في حاجات انا بحبها ريتشي وفي حاجات كتير عملها ما بحبهاش بس لا لو هتديني جاي ريتشي الاصلي الخام انا فان. فاحنا كده احنا رايحين في سكه. بص عشان نكون حقانيين يعني لو روكي بالبوا فيلم ها كنت هقول لك سناتش لكن انا هروح مع روكي بالبوا عشان هما في ريسك رهيب. طبعا سناتش فيه عناصر اكبر وسهل انه يبوظ اكتر اوكي بكتير لكن روكي بالبوا عشان في بقى ريسك بتاع ان انا راجع بعد فشل كتير فافشل اكتر زي ترمينيتر اللي هو بقى ده احنا يا جماعه نقفل بقى الباب ده خالص وشكرا. لكن انك تنجح فتطلع كريد انه لا تعالى سيلفستر معانا وتعالى والموضوع ينجح والناس تبقى عايزه تشوف اكتر حتى لو شخصيه ثانويه بعد كده في كريد
ريسك واتاخد واتعمل صح. شخصية سنوية في 2023 لما كريد 3 سيلفستر ما تلاش افشل فيلم في السلسلة. ما انا عندي التالت احسن من التاني. افشل ارادات. انا ما شفتش التالت صراحة بس انا عارف ان هو مش فيه. مش فيه بخناقة. هو مش عايز لا هو مش عايز يكمل فكرة. لا هم قصون الفيلم وشالوا اسمه من كل حاجة وحصلت خلافات وبتاع. يا كابتن مايكل كده. هو لغاية دلوقتي كان عنده هو لغاية دلوقتي سيلفستر لا يملك شيء حقوق روكي. والراجل الذي يملك الحاجات ديت كلها من المفترض انا مش فاكر اسمه يعني كنت ساعتها لما قريت كنت فاكر ان سيلفستر بيضغط عليه بيلوبي عليه بالجمهور ان ازاي انا ماليش في روكي. اوكي. ولما جه في الجزء الثالث هو مش موجود في الاحداث تماما شالوه حتى من انه يبقى اكزيكتيف بروديوسر او بروديوسر او اي حاجه من بخناقه مع الراجل مش مع مايكل بي جوردن والمخرج بس هم خدوا صفر بشكل واضح مصالح بتتصالح صح طبعا طيب فقصدي انه هنا وهنا لكن اهدروا حق سيلفستر كفيلم احلى كفيلم احلى وفي فايتنج محترم وكل حاجه هو سناتش لكن روكي في الاخر لو فيلم بوكسنج بيدور حوالين البوكسنج والملاكم وبيمر برحله ايه او هو دلوقتي فين في حياته والمصاعب اللي قدامه وكل ده وبحب بقى فيلم البوكسنج البوكسنج اللي بره الحلبه بقى وتخسر فين وتكسب فين وجولاته عامله ازاي وكل ده والناس التانية مش بس الشخصيه بتاعتنا بيبقى في ناس تانية عندها ماتشات في حياتها دايما كل افلام بوكسنج بتاكل الحته دي فاقول روكي بالبوه الصراحه روكي بالبوه يتقدم على حساب سناتش ايه ده بجد ايه ده مين بقى روكي اوكي نعتذر لجاي ريتشي على اللي كلامه سناتش هو المسؤول يوسف شرحها كويس وحسمها كويس سناتش فيلم سناتش هو الفيلم الافضل روكي بالبوه هو فيلم البوكسنج الافضل بدون نقاش احنا ليه ما عملناش انت اكتر مننا هنا فمفروض تعملها انت عارف ان دي فاكر اول مره عملتها جبتها بس ساعتها ما جبتهاش طب احنا عايزين احنا ليه ما لعبناش جرب انت عشان سهله قوي من عندك ذا فايتر يقابل وورير ده يعتبر هما الاثنين دول كانوا تقريبا في سنتين ورا بعض في نفس السنه في هو فايتر 2010 طب انطلق انت قبل ما بص وورير 2011 ماشي حكا كفيلم يفوز وورير كبوكسينج وايز كفيلم يعني لو احنا اتكلمنا كفيلم فيلم انا لا فايت ذا فايتر فيلم وورير بوكسينج موفي وفيلم حلو ده المباراة الأخيرة اللي قدامنا قد تكون الأخيرة اللي فيها مش بوكسنج لأن وورير مش بوكسنج مش بوكسنج مش بوكسنج بس MMA اوكي شفت بقى اوكي ماشي لا انا هفوت فايتر انا شفت وورير هفوت فايتر فما اقدرش احكم انا هفوت فايتر يعني هي كده انا انت اللي هتحسن كنت بتجيب كام في النحو صعب تعال نقول وورير انتنس اكتر فيلم حاد اكتر بكتير في انفعالات اكتر يمكن في ذا فايتر كتير من الانفعالات بتاعته اللي انت متصور انها هتبقى ملحميه كانت بتاخد منحنى غرائبي اكتر منه غرائبي دي بتاعت صرصره في النيه شوت اوت للشباب بس ده اللي بيحصل فعلا يعني لما امه راحت قفشته في البيت اللي كان بيشرب فيه مخدرات متخيل ان دوت هيبقى مشهد فيه دلق مشاعر ما كانش كده خالص كان وده دي البصمه بتاعت ديفيد اوراسل هو دايما بيعمل كده في افلام لدرجه انه مؤخرا بدا يفسد افلام بده بالظبط يعني امستردام كان ممكن يبقى فيلم كويس جدا هو افسده بده انه كل شويه ياخد بيه منحنى غريب عن العواطف اللي انت متوقع انها تحصل بس هنا لاندد حلو قوي هنا لاندد حلو بس لما تيجي تقارنه بوريير لا طبعا لا انتوا معلش عشان دي حاجه انا بقول لك ما شفتش وورير فانتوا انا من اللي انا فاهمه ان وورير عنده اخ وورير عنده علاقة هنا واخوه وهنا واخوه واحد بيدرب اني احلى لا اني احلى اني طلع حلوة احلى اني متعلق تصدق حلوة منك دي حلوة قوي وجات في فيلمين سبحان الله تصدق جامد يعني انا بقول لك علاقة اكتر حاجة بتميز انا كنت ميال لوورير بس وورير زي ما بيسموها دايما الامريكان كالرينج باي نمبرز هما اتنين اخوات واحد فيهم طبيعي والتاني مش طبيعي أوكي. واللي مش طبيعي دوت شايل احمال وشايل تاريخ وشايل بتاع هي كالرنج باي نمبرز وهو بيدليفر اللي انت متوقعه منه يعني هو بيفولفيل هيز بروفيسي هنا مليانه تعقدات هنا تحس انها رولر كوستر هنا اصلا في مشاهد بتحس ان مارك وولبرج اللي هو اخوك كبير وهو انا انت مدربي وانت معاه بس برضه ايه يعني
كفايه عبط بقى او الاندنج في سن غيره كده. فاكرين الاندنج سين لما عدوا وهو قدام الكاميرا عمالين يتكلموا مش عارف ايه وعيط كده كريستيان بيل بطريقه كده ما... لا انا لا لا ال... 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 لا انا ممكن افوت تاني ذا فايتر مش عارف. لا انت قلبتها. هو اصل في وسط الدوشه الواحد بينسى ذا فايتر كمان ايه. هو حدوته حقيقيه وسيبك منها، بس هو ديفيد اوراسل دايما بيروح للحواديت الحقيقيه عشان يوصل من خلالها حدوته هو عاوز يحكيها او رساله هو عايز يحكيها او فكره هو عايز يوصلها. الفكره هنا هي فكره التحرر من الناس الكتير اللي مصممه تتحكم فيك. هو مارك وورمبل كان بيعاني من انه لازم يحترم اخوه او ما يطلعوش من الصوره عشان ما يبقاش جاحد، ولازم يسمع كلام امه لان امه هي اللي وصلته للي هو وصل له رغم كل المعاناه اللي هو شافها في حياته، وسبع اخواته بنات رخرين متخيلين ان هم ليهم فيه، والبنت اللي بتحبه مش عايزه تتحكم فيها، عايزه يتحرر من ده بس. And that was genius. بالتقلبات بقى اللي حصلت من جوه الفيلم ومين فيهم اللي مدمن ومين فيهم اللي ما اعرفش مين، مشهد كريستيان بيل لما راح ورا شوجر ري واصلا السؤال بتاعه هو داس على رجله ولا ما داسش على رجله ده. عندي سؤال، ومين الكاست الغير اسمه ايه؟ مين الكاست مع توم هاردي؟ جول إدجرتون بس يعني ونيك نولتي. ونيك نولتي ابوه؟ لا نيك نولتي الاب بقى، بس نيك نولتي بالنسبه لي كان عامل دور خطير برضه. انا ميال لذا فايتر. هو ذا فايتر بدون ادنى شك افضل كفيلم، بس ما هو كتنس بقى مور ريواتشبل. يعني انت مثلا النهارده هتتفرج على فيلم دلوقتي قدامك حالا هتتفرج على ده ولا ده؟ ده لي وقت وده لي وقت. هو ده لي وقت وده لي وقت، بس ده ممكن لو مثلا ايه، لو احنا مثلا ايه كشباب يلا بينا النهارده موفي نايت هتتفرج ده ولا ده؟ لو وقتك برضه ده لي وقت وده لي وقت. يعني في شباب احب اتفرج معاهم على وورير وتعالوا نتكلم سينما، وفي شباب احب اتفرج معاهم على ذا فايتر عشان حاجتين، عشان نضحك وعشان ادماير كريستيان. وفي ضحك كتير قوي. لا كريستيان بيل فاجئني في الفيلم ده قوي. اول فيلم هو واقف جنب البتاع بيسخر فبيعمل له كده وبيخبط في الايه عامله بطريقه الصراحه. مشهده في السجن لما كانوا بيشغلوا الدوكيومنتري واخيرا جات له انا بقول فايتر. خلاص ذا فايتر. يلا حب كتير لوريور يا جماعه. يلا. حب كتير. وكفايه ان قعد فيلم انت ما شفتوش بقى. انا خدت اللعبه برضه كنت فرديها كمان. مدام ما جاتش بس مش اللي هي نظام بالشمالة صوت ريج. ده نهائي مبكر ده بقى. ده زي هقول لك ده بس زي انت عارف ممكن اسبانيا والمانيا في كاس عام 2010 نهائي نص نهائي. انت مبكر. عارف احنا ممكن يعني احنا ممكن نوصل لان ده وده ودي حلوه دي على فكره. هو شكلها كده. انا اصلا خلاص انا حرقت تفضيلي. ايوه ما بين الاثنين دول ريجينج بول وروكي. روكي عبقري في حاجتين. انا مش لسه بقول لكم دلوقتي انا وانت بنتشارك في ديت ان احنا عشنا زمان ايام الفي اتش اس وحقبه الفاندام والسيلفستر والمعرفش مين وكنا متيمين بيها وما نعرفش ان في سينما تانية في الحياه، وفي الفتره ديت شفنا روكي وحبينا روكي تحت الشروط دي، وبعدين لما كبرنا وعرفنا ان في سينما والكلام ده كله شفنا روكي وحبيناه تاني تحت الشروط التانيه. صح. لان هو الاثنين اللي انت قلته ده رائع. هو فيلم سلفستراوي وهو فيلم سينما من اعظم منه فعلا. روكي في تقدير الشخصي ده مشروع انجماتيك، ده حاجه ما بتتكررش، بدليل ان هو شخصيا قعد بعد كده عمره كله عايز يكرره ما عرفش. لا وحوار انه لما قال لك ده راح شايبين باع كلب ولا حاجه عشان يعرف عشان يعمل يبيع السكريبت ولا حاجه كده. انت عارف لا هو اللي بيهايند ذا سينز بتاعت روكي مواويل تانيه. هو رفض ياخد فلوس ويطلع ويمثل في الفيلم ببلاش لانه كان بيراهن على ان هو دوت اللي هيلونش الكارير، وهو لو كان فشل كان ضيع كل حاجه. كان خلاص بقول لك هو كانوا عايزين يدوا له فلوس على السيناريو بس اخلع. ايوه انا بس عندي يعني مشكله في روكي انه فيلم سيمبل جدا وبسيط جدا وجميل جدا ويعني بس روكي بحس حتى افلام اتشالت او افلام لسه موجوده انا لسه حكي ما تخافش البطل بتاعنا الكلايماكس اللي بيحصل له او دخوله في الماتش او بدايه اي حاجه للحدوته هو عمل حاجه تسبب في ده او حصل له حاجه بس هو كان جزء ما سبب فيها. انما روكي هو كان ماشي بحاله تماما لحد ما الراجل اختاره. اوتلاير ده دي العبقريه بتاعتك. ما هو انا بلع... انا مع... انا تعرف ان انا ضد اللي بيتعمل في الحاجات الثانيه كلها ليه؟ وعندي 500 دليل في حياتي وفي حياه الاخرين وفي قصص نجاح العالم كله على ان
حدوتة الكفاح بتاعة استحقاق الفرصة بتاعتك ديت من أكبر الكذبات اللي اتكررت على مر التاريخ، وتسببت في إن أجيال وأجيال من الشباب يقعدوا ينحطوا في الصخر لان هم متوقعين ان دوت بيؤدي لدوت بيؤدي لدوت. بس سامحني، ده احسن من ان هو، انا اسف، يقعد على، مش عايز اقول اللفظ، يقعد كده على الكرسي وكل همه ان انا هتجيني الفرصه. لا هتجيني الفرصه صدفه. انا اسف يوسف، يعني الواقع. يعني هو الراجل لو كان قلب الصفحه اللي بعدها ولا اللي قبلها واختار حد تاني ما كانش بقى فيه اسطوره روك. والله هو عامل زي ايه؟ زي انديانا جونز في ريدج اوف ذا روست ارك، لو هو ما كانش اصلا مشي وراهم ما كانش حصل حاجه، كانوا ماتوا برده، فتحوا البتاع وماتوا. بس هو مادي قال لك برده الفكره، هو ده الواقع. بس هو الاوبورتيونيتيز بتحصل كده. ما انا ما ده حق ده في ماشي. انا معاك، انت من اكتر الناس اللي عارفين. انا معاك والله، والله انا معاك. بس لما تيجي تعمل لي فيلم حسسني ان البطل ده حط اي حاجه عشان حتى جود كارما، عمل اي حاجه تحرك لكن بجد هو كان هيفضل شغال بلطجي بيلم الفلوس وبيكسر صوابعه. ودي ودي ستارتنج بوينت عامله ازاي؟ كانوا بيجيبوه علشان يخلوه يضرب الناس اللي عليهم فلوس، وهو ما كانش بيرضى، وهو كان بيروح يتفاهم معاهم. دي 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 حاجات بقول لك احنا لما كنا بنتفرج على فيلم زمان كانت بتغيب عنا، اللي احنا كل اللي باصين عليه بس هو الحبه بتوع البوكسنج وكان جمال جدا والتريننج وكده. بس لكن هي الرحله نفسها بالعبثيات بتاعتها وبالتساؤل، لان هم بيعديش عليها وبيقول لك خلاص هو المدرب بتاعه كان عنده كان حلو قوي. لو المشهد اللي كان هو انت بتاخد فرصه ملايين غيرك كانوا يحلموا بيها وانت ما تستاهلهاش، انت كان عندك بوتنشال وانت ضيعته، انت بناء على ايه تستحق الفرصه دي اصلا؟ دي حقيقه. وعلاقته بميكي برضو كانت خطيره في الفيلم ده. انا عجبني المشاهد اللي مع ادريان. ادريان لما خدها في الشقه اللي جنبه وقعد جنبها مش عارف يعمل ايه. سكيتنج لما راحوا. لا بتاع السكيتنج ده كان ضحك قوي اصلا. لا يا جماعه، الاجمد حاجه في روكي ده، انا بحس بواقعيه غير طبيعيه في الحوار. واقعيه لما هو برضو هو انا طاف كده، بس انا ما بعرفش اتكلم مع بنات، وهي اساسا فهم ده الحوار اللي هيبقى ما بين اتنين لسه بيتعرفوا على بعض ونازلين. وفي ذلك كاريزما بنت لذينة، يعني كاريزما اللي هو بيور سيلفستر سالون. انا بس مشهد البيض ده اساسا ده المتسبب في اغلب العقبات بتاع 90% من اليوتيوب. ريجينج بول افتكرت اصلا حاجه ما اتكلمش عليها، اللي هي اخر مثلا نص ساعه مثلا اخر تلت ساعه لما كبر وبقى شغال اشتغل عمل اللي هو جيك لاموتاس ده وبقى يطلع يتكلم وبعدين المشهد بتاعه لما اتحبس بقى ودخل السجن. تحفه المشهد ده، وهو انا مش انا الشخص ده، انا ما عملتش كده، انا وانت غبي وانت واني اصلا تلات ارباع هو مش باين غير مثلا ضوء نور، هو مشه مش باين تقريبا المشهد، بس بس غريبه بجد غريبه. حاجه كمان وانت دينيرو التمثيل ايوه مش على الانفعالات وخبط وقدر المشهد، ما المشهد اللي كسر لها الباب ودخل كلمها فيه ولا انا برضو حاجه في اول الفيلم ما حبيتهاش خالص، لكن مع الوقت ابتدت تجرو امي قد ايه الشخصيه مكتوبه ان هو تيكينج بومب في اي لحظه. فانا ما كنتش قابل ده، يعني اللي هو ليه وعلى ايه ومش عارف ايه وما حصلوش حاجات دراميه كفايه ولا يعني انت عملت تشتكي وخلاص. لكن لما وصلت للحظه دي انا نفسي شكيت ان هو على فكره هو بيتخيل انها عماله تخونه، الكلام ده مش حقيقي وبتاع. لكن كنت عمال برضو الاقي لها عماله تبص ولم من بق، اقول ايه ده اللي بتسلم على واحد بتبص من بقه ده؟ انا نفسي قاعد وعمال اخرى مستفز يا عم دينير قوم يا عم. ايه والله العظيم فاكر لما شفت الفيلم ساعتها، فتحت الفيلم ده في السبعينات هما كانوا بيسلموا بيبصوا بعض من بقهم كده عشان بيسلموا على بعض، وقلت ما يمكن ده الفيلم بقى ايه كذا كذا، لحد ما بس تخون من جو بيشي من بقه فدخل قال لها ايه ده؟ قلت لا ده انا معاك يا عم، ده فعلا بتبوس الراجل من بقه. فالمشهد ده بقيت ساعتها لا هيضربك هيدشملك هيعمل فيك حاجه. فهو فيلم تاني، لو نرجع لنقطه الثلاث افلام تاكسي درايفر كينج اوف كوميدي، انا بالعكس انا احطه الثاني او الثالث، بس انا بالنسبه لي انا بريفرنس بحب قوي درايفر كينج اوف كوميدي. احط كينج اوف كوميدي واحد الصراحه انا بحبه قوي. انت اللي هو انت بتتكلم على ثلاثيه دينيرو بيشي سكورسيزي. طب لا بس بيشي ما كانش في كينج اوف كوميدي، ما كانش في كينج اوف ولا كان في تاكسي درايفر ولا كان في طيب لا انا قصدي الثلاثيه اللي هم الثلاث افلام دول جم ورا بعض عشان جم ورا بعض. احط تاكسي درايفر سوري كينج اوف كوميدي تاكسي درايفر، وممكن بعديه بتروح وتيجي. بس في الاخر في الاخر الفيلم اللي انا استمتعت بيه وترا تا تر وبنجري وبنفهم ويعني ايه ملاكمه، يعني الفيلم اول يعني ايه ملاكمه، يعني ايه فيلم يعمل لي ملحمه ايبك ان ده ماتش ملاكمه، واحد بيدي واحد ويتضرب ليه وما كسبش وش وارم. انا كنت في الاخر وش وارم
فبيفتح له وشه عشان الدم يلا على المشهد ده. يعني ومن الحاجات اللي بحترمها في الاي بي في الفرانشايز عمرهم ما نسيوا دي. ايوه ان هو في اللحظه دي عينه باظت وفضلت بايظه للابد. ايوه ده دي حقيقه. ف فيلم يعني فيلم زي مثلا ما بنتكلم على مثلا اي تي, زي ما بنتكلم على جوراسيك بارك, زي ما بنتكلم معلش جت سبيلبرج قوي, بس قصدي الافلام اللي هي هتبتدي تتفرج على افلام في تاريخ السينما في العالم روكي اكيد هيبقى منهم. فيلم سينما اسس لاي بي وهو ملوش كالتشرال ريفرنس اخر. بالزبط. هو اتولد على شاشه السينما وفي الاخر هو كان في موسم جوائز حاجه كان بينافس تاكسي درايفر. ايوه ودخل بتاع الراجل اللي مات دوت عشان صعب عليهم فضحكوا عليهم. اخد بس بيكتشر واخد حاجه تانية بس سكرين بلاي. انا فاكر ان سيلفستر كان مسك 2 اوسكارز. يا سلام. او اوسكار مش روكي 76 تاكسي درايفر 76 كان قصاد, بس اللي كسبه كان اسمه ايه ده نيوز روم نتورك. يس كسب احسن ممثل الراجل احسن ممثل احسن ممثل تاني تهيألي علشان الراجل مات قبل الجوائز. ف مفاجاه برضو عرفتها كده في النص اوسكارز. انا اسف يا جماعه اوسكارز سنه 90 كيفن كوستنر كسب على سكورسيزي جود فيلس وكسب على فرانسيس فورد كوبرا فرانسيس فورد كوبلا جود فازر بارت 3 وكسب على حد تاني برضه. بس ده مستحق تماما في تاريخ. بس لا جود فيلس دانسز وولفز يا جماعه دوت جوهره غير مستكشفه بالقدر الكافي. الراكس مع الذئاب يعني اسمه الراكس كلاسيكيه فوق الكلاسيكيه. بترقص مع الكلاب ليه؟ لا هم مش كلاب هم ذئاب. هو الكلب ده شكله ايه؟ يعني في النهايه بترقص مع الكلاب. والمفهوم الحقيقي لكلمه ملحمه بس هو بطيء شويه يعني انت لازم تستحمل البطيء. عارف انه 3 ساعات ونص. انا اسف برضه جود فيلس اسف جدا. عايزين نعمل واحد احسن فيلم لسكورسيزي بس دي بعدين حلوه. وانا بس يعني يسوقني ان انا تيم دينيرو دائما وابدا فهتطير كل الافلام. هتطير ليوناردو كل الافلام دي كابرو هيقوم مطيرها. بس لا انا عندي دانسز وولفز يكسب اوسكار على جود فيلس. تعال نقولها كده كاخراج ماشي. وفي هذه المسابقه روكي يكسب ماشي. ايه ده انتوا موافقين؟ طبعا. لا انا يعني انا ساوث بو كريد 1 خلاص على طول. يا جدعان انتوا ليه بتهاجموا؟ انا هو يا عم هنختار لك ماشي. انا معاكوا انا معاكوا كريد احسن بس انا مش فاهم ليه ال عشان اوفر ريتد. اوفر ريتد عارف لو الفيلم كان عدى عادي كده بس انا شفته الفتره انا شفته الفتره بتاعت كان جيك جيلنهال نزل له 3 4 افلام ورا بعض كده كان ورا نايت كرولر يا فندم نايت كرولر وانمي وبريزنرز وفي وهو فبالعكس كنت اللي هو انا ده اللي انا كنت مستنيه من بعد نايت كرولر. وانا طالع من نايت كرولر انا مستعد اصنف جيك جيلنهال من العظماء في التوب بعد نايت كرولر. بعد نايت كرولر طبعا. ايوه ماشي. وانا طول عمري بقول دي اسوأ سرقه في تاريخ في الاوسكار من انه بس مش ما يكسبش ده ما ترشحش. بس لا لما جيت بعد كده على ساوث بول انت عايش دور مش بتاعك. ايه بقى السذج اللي في الفيلم بقى؟ مش سذج هو عادي. هو يعني اعمل لي دلوقتي فيلم بوكسنج هتعمل لي انا عملت له ريفيو وكانت نيجاتيف واتخانقت مع ناس كتير على الموضوع دوت ونسيتها بتفاصيل الفيلم. بس هو فعلا مش ممر بالاطلاق. بالعكس انا بحب. وعلى فكره هو في ناس كتير كانت عاجبها الفيلم وداخله فيه عشان الساوند تراك فيه امينيم. هي دي كانت النظريه. ايوه بتاع كان اسمه ايه الاغنيه؟ يا لهوي نسيت. كان ليها يعني كنت تشتغل كتير قوي. حسيت ان الدراما مش والله ما فيش فاكر ابعاد النيجاتيفيتي نفسها بس كنت حاسس ان الدراما مفتحله قوي. مفيش دراء ده هي مرات تستحق انها مراته ماتت. يا جدعان ده انا عيطت. ده مراته اللي عماله تاخد بالها منه وتاخد بعين قالت له ما تعملش حاجه ونعتذر ونبطل وبتاع وجه بجد على شعراي هيخرج من باب الاوتيل اللي فيه الجمعيه الخيريه دي وهياخدها ويمشي. اتخانق مع الواد التاني جاي يستفزه قال له انا هعمل كذا في مراتك وبتاع فالمات. فجاه مراته بنته البيت اللي عايش فيه شغله اللي هيتوقف بجد خسر كل حاجه وبقى سكران في الشارع. اللي وقع فيه بعد كده كان مفتعل برضو شويه. ايه الداون فول؟ انه خلاص إن بعد كده ما بقاش مهتم بحاجه بالحياه وبقى ده بعد ما كسب في الاخر؟ لا ما هو العقده نفسها بعد ما الست ماتت ان هو بقى اهمل بنته لا ما هو حكمه محكمه باين وبعد كده راح لفورست ويتكر. ده عجبني قوي. انا كنت اصلا متخيل ان العلاقه دي بقى اللي هي سهله قوي تروح في سكه كليشيه بتاعت فورست ويتكر وهو ان انا بقى المجرب اللي عارف كل حاجه. وانا بالعكس يا جماعه ايه ده انا حسيتها نيفر باك داون جدا برضه.
ده عم ديفر باك داون ده فيلم على ام بي سي 2 يا عم. أيوة. فيلم لا ماشي هو ساوث با برضو على فكره هو يعني هو مش مصنف كفيلم مش لا ده كوميرشال انا تمام انا حاسس ان احنا عطينا الموضوع على انا كريت فيلم اجمد هو يكسب الاربع خمس افلام بتوع فان دام بس ما يكسبش كريت انا بس مستغرب لان انا بحب الفيلم ده لا انا مش من افلامي المفضله تعالى نقول كده بقى مين روكي بالبوا يقابل ذا فايتر علشان يوصل النهائي اللي هيقابل فيه الفائز من روكي وكريد 1 فيلمك لسه موجود؟ لا فيلمك لسه موجود؟ لا يا نهاركم ازرق انا فيلمي لسه موجود يا جماعه اتحاد غريبه دي برضو اول مره نشوفها انا كنت متخيل حاجه تانية خالص في القعده دي هقولها لك بس يعني روكي بالبوا ذا فايتر اي فوت ذا فايتر يعني هو روكي بالبوا قيمته بالنسبه لي تحدي المثل الشعبي اللي بيقول لك يتقتى من الخيار قتى يعني هو لما جينا نتكلم على تاريخ روكي بقول لك ايه مش دي كانت في الاباندا لما قال له خلق الخلل اللي كان دخلتي نعيمه قال له يتقتى من الخيار ما حدش تخيل ان ممكن يتقتى من الخيار قتى بس هو سبحان الله اتقتى من الخيار لكن روكي بالبوا مش فيلم عظيم لا مش هو فيلم كويس في طلع من هذا العالم كومبيرد لذا فايتر طبعا فيلم اقل منه لا مجال وحتى فايتر بقى ده فيلم لا ده فيلم هو تسلل لهنا بطريقه غريبه اصلا ما كانش المفروض يوصل هي القرعه خدمته يعني القرعه خدمته ذا فايتر طبعا روكي بالبوا بحبه ك ك ك فان يعني لكن لا ذا فايتر طبعا كفيلم بدون انا شايف نجاح شرفي يعني. للفيلم في سوق العرض ونجاح شرفي للفيلم هنا في دور 16 ان هو وصل للسيمي فاينل اقريد العبها طب انت مش هلعبها لا والله خلاص كرمشها يا معلم كرمشها كل حاجه بتحرك يوسف والايرو داينامكس وكل يا نهار مات الاولاني والاولاني ده بقى الواحد يرغي فيه دول اكتر فيلمين في السلسلتين يعتبر يعني فيلم ترشحين سيلفستر للاوسكار ايه لو ترشح لكريد ترشح لكريد سبورت دي اللي انا متاكد منها انا مش متاكد اذا كان ترشح لروكي ولا لا دي اللي عايز ابص عليها انا هتكلم في فكره ان كريد 1 انا بالنسبه لي كل ما انت بتاخد شوك في الفيلم وسربرايز سربرايز سربرايز انت عمال انا ده اكتر فيلم انت شايف انتوا اكيد اخدتوا بالكم في الحلقه دي مدى حبي لروكي انا خايف على روكي هيموت يا جماعه انتوا بتنهوا بقى ايرا كريد اترشح لروكي وترشح لكريد انا متاكد 100% لان في رايي الشخص كان المفروض يكسب اصلا خسر لمين مين برنس يقول بسرعه 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 بسرع. كان سنه كام سنه انا مش فاكر السنه بس فاكر مين اللي كسب سبورتنج مارك رايلنز بريدج اوف سبارز بس بصراحه كان عامل الدور حلو بس انا كنت عاوز سيلفستر يكسب بس كنت كان نفسي سيلفستر صراحه بس انا بالنسبه لي كريد ده اكتر فيلم فعلا في كل اجزاء روكي بسلسله بكريد بكله كنت خايف على روكي الان على روكي انا الان يا جماعه هو انتوا بقى بجد عشان تبتدوا نيو ايرا في كريد فهتموتوا بقى سيلفستر في الاخر انا لحد اخر لحظه اللي هو انا مالونا ابو الفايت انا عايز اعرف روكي هيعيش ولا لا فاهم وده متناسق مع اللي انت كنت بتقوله ان افلام البوكسنج المحترمه دايما في فايت في الحلبه وفي فايت بره الحلبه مش ده اللي ولتوه اني واحد اللي قعد قدامه في المستشفى قال له لو انت مش هتحارب انا هقعد ده الاول ما هو عشان كده بص الاولين ده فيه كميه حاجات انت لو فكرت فيها لا ولما بيقول له في الماتش قال له اديله مش عارف ايه جاب ايه هوك ايه ده اللي ابوك عملها فيا وكسبني بيها اللي هو عشان يطمنه ويخليه دي حركه جامده خد فينشر اتعملت حلو يعني حاجه معموله جت كده من الهوا بتاع صح حاجه جت من الهوا عملت فيلم طبعا هيتحط هيتحط طبعا من افضل افلام البوكسنج المفاجاه محدش كان متخيل ان في فيلم سلسله جديده تيجي افلام بوكسنج في الايام دي ويبقى الناس ايه ده كريد وبتاع وكريد 2 ايه ده احنا بقى دخلنا في الحوار ده وفي كريد 4 هيعملوه كريد 4 بس انا عموما يعني احنا كنا نفسي يرجعوا بقى للابستراكت بالظبط يعني احنا دلوقتي بقينا عاملين نحشي من تفاصيل عالم روكي
واصلا الحاجات دي ما نجحتش اول مره. انت جاي تحارب طواحين الهوا دلوقتي انك عايز تقنع العالم بالعافيه ان الابعاد دي انا ممكن اعيد استنساخها واقدمها بشكل ارقى. وهي مش كده، كمل الحدوته الحقيقيه يعني. يعني انا لو كان في كريد 3 كنا ممكن ديبيت جامد فيه، لان انا ما عجبنيش خالص. انا شايف انه احسن من الثاني، بس مش هقدر اقول ان هو عجبني برضو. ده في ده نصه، الثاني فيه كميه كروته. كريد 3 هو بس الواد جوناثان ميجرز اللي كان سلو ده كان كويس قوي في الموضوع. خلاص بقى ده دخل السجن ده، خلاص بقى ده خلاص ده كده كانسل. يعني ايه مش هيكمل كينج؟ لا هقول لك، هو الايجنسي بتاعته دروبت ماشي، وبعد كده ماشي، بس دلوقتي القضايا مرفوعه، خرج من واحده فيهم براءه، بس في ناس تانية راحت، بنات تانية رفعت قضايا لسه ده هيعيش. هم دلوقتي بقى فكروا يعملوا ايه. انا ما شفتش جاردينز اوف ذا جالاكسي الاخير اللي عمل الفيلن، هيعملوا انه هو فاريانت، نفس الممثل هيعمل فاريانت لانه نجح قوي والناس عجبها قوي. ما هو جوناثان ميجرز جاردينز اوف ذا جالاكسي جارديانز، سوري انا ربطت معايا انت مان سوري. عشرة يعني عشرة شفتش الفيلم، بس قصدي الكاركتر دي هتبقى ده الممثل تاخده، يعني اكن هو فاريانت من بتاع، او هيجيب ممثل بقى ثالث يعمل هو الكانج ويبقى ده فاريانت كانج، واللي طالع في لوكي سيزون 2 واللي طالع فيه هو صور برده حاجه ثانيه، ده كانج برده، بس ده كانج يعني مش هيبقى ممثل. طب هو في لوكي 2 جوناثان ميجرز؟ لان اوريدي كان صور، حتى لما تفتح ديزني بلس هتلاقي مش حاطين بروموشنال ماتيريال لكانج. ولما تفتح ديزني بلس السينوبسيس بتاعت انت مان مش كاتبين ان ده كان، كاتبين ان هو انت مان بيقابل دينجر كبير قوي. خش اتفرج بقى كده. هو اللي بدرح في ده يا حبيبي، لسه ما هم مستنيين القضيه هيحصل فيها ايه. لا ما فيش حد رجع مني، ده ارمي هامر ما رجعش حتى لما اتبرأ. بس هو بيقول لك في بنت اتنزلت وفي بنات تانية رفعوا، فهم بقى بيقول لك اللي رفعوا دول في الزيطه واللي اتنزلت طب خدت فلوس ولا اتنزلت عشان الموضوع مش عارف ايه. بس هو الواقعه ان نفتح بقى من الكريم ونخش بقى في القضيه دي. ملابساتها ان فعلا البنت اللي كلمت 911 في وقتها وهو جالها وضربها في البيت ومش عارف، وفي رسائل كان هو مسجلها لها مش عارف ايه، فهي حتى كان حد كاتب انه يا ندامة والله الراجل ده وقع فجأة قوي، يعني مش حد صعد قوي كده وقع فجأة. ده كان كل الناس كان يوم الاوسكار يا جماعة، كان طالع بيقدم فقرة في الاوسكار مع مايكل بي جوردن، تاني يوم اتكنسل. هو كان في كريت 3 بتقوله صح؟ هو في كريت 3 عمل دور رائع، كان طالع اول فيلن. هو الفيلن لا، هو كان ممثل شاطر قوي الصراحة، يعني انا شفت انت مان فيلم وحش قوي بس هو المشاهد وهو اللي شايل الفيلم اصلا. المهم نرجع لموضوعنا. هو ما كانش في كريد 1 يا جماعه. كريد 1 وروكي. طيب خلينا نقول حاجه بعيدا عن الثاني، الحاجات اللي قلناها على روكي اللي كسبت الراوند اللي فاتت، هنطلع الحاجات دي بره الحسبه. لو بنتكلم تاني في قصه، انا بتكلم على القصه بقى، شخصيه كريد وشخصيه اسمه ايه، ادونسون ولا مش عارف اسمه، ادونس. ده التست بتاع محمود اسماعيل شاطر، لو محمود اسماعيل يقول لك طالما فاكر اسم الشخصيه يبقى علمت معاك وكانت بتبقى حلوه. ادونس وروكي ماشي. مين في العالم بتاعه كان عنده صعوبات اكتر ان هو عشان يصعد ويلاعب ويكسب ويخش طبعا. مين كان زي ما بيقولوا ايه، زي ما بقول لك يعني انت تحترم ان هو ما رجعش لعب لك في الـ في الـ عمل الفيلم ده بس بشكل حديث، ما راحش عكلك في ان هو يخلي لك ابن ادونس كريد فقير وطلع من عصايه. لا يا عم، هو كان طلع من اصلاحيه فعلا، هو ابن مراته بس مراته خدته وربته وعلمته احلى علامه وطلع برنس وبيشتغل شغلانه وراكب عربيه وكل حاجه. دي عجبتني برضو انه مفيش الكليشيه ده، في احترام لللور زي ما بيقول. انا بحس قوي الحاجات اللي بتكونكت كتير قوي، بما ان مصر تقريبا في ناس كتير عندها فاذر ايشوز، فمن الحاجات اللي بتكونكت مع الناس قوي انه فكره حد مش عايز يعيش في شادو ابوه، او بالعكس شايل حمل مسؤوليه ابوه. عشان كده كان دايما عندي نظريه ان الناس حبت شخصيه الجزار في مافيا عشان هو قتل ابوه. يعني انت عشان اول ما بينزل من الطياره هليكوبتر بيقتل ابوه، فالناس اللي هو ايه ده انت حققت لي حلمي في عقل الباطن. والله دي نظريه والله. فبيقول له هاي ماي سون اف ميست يو، والعمليه في القاهره، عارف انت الحته دي. المهم فبقول لك كريد بحس ان هو كونكتد مع ناس كمان في حته زي كده. وروكي كل ما حد يشوفه، اي حد حاسس بوحده، حاسس بعزله، حاسس ان هو عايز يحقق اكتر في اللي هو فيه او مش راضي عن اللي هو فيه او كده، هيرتبط بشخصيه روكي. فالاثنين من الناحيه دي عاملين الايه، التوازن التمام. لكن ماتشات ملاكمه كريد يتفوق تماما. لا ما فيهاش يعني، ما طبعا عشان نتكلم على فيلم سنة 76 يعني، عشان التكنيك وعشان الزمن، بس كريد من حته الملاكمه يتفوق تماما. ومش مع يعني، طيب تسمح لي اقول لك ان كريد في ماتشات الملاكمه
شرب كتير قوي من طبيعة تغطية ماتشات الملاكمة على المحطات الأمريكانية، فطلع في بعض أبعاده كرتوني شوية. يعني وانت بتقدم المنافسين اللي هو هيلعبوا يروح طلع لك الريكورد بتاعهم على الشاشه ويقعد يكلم اي اس بي ان ويقعد على اساس بقى ده واقعيه. هو ده انا عشان مش متابع بوكسنج فانا مش عارف هل ده اللي موجود ده بيحصل. هو ده اللي موجود بس انا كنت عاوز اعيش مع الدراما مش مع تقارير القنوات. هو يا مهدي اكيد ورا انا تصدق لغايه تصدق اقول لك على حاجه اتس كريد از ا مودرن داي روكي تصدق حاجه يعني المشهد الاربع دقايق انا مسقط مين في كريد 1 الفايت كون اللي ما اعرفش ايه الايرلندي ماشي الاقرع ده لا ما كانش اقرع كان كونر ماجريجر مش كونر ماجريجر لا مين كونر ده لا مين اللي كان كريد كان بيفايت مين في كريد 1 كان طالع باسم شخصيته الحقيقيه كمان لو انا فاكر انا عارف الواد التاني اللي لعبه في الاول ده اللي اسمه باو تقول عليه المهدي قال ما جيت اسمه باو رودريجز باين ولا مش عارف اسمه بس قصدي في مشهد اللي هو الشوت اللي هو الماتش الاولاني اللي هو اربع دقائق ده والكاميرا بتلف حواليه كنت بحكي له انه قعدوا ريكي كوملن الاسم كان الشخصيه كان اسمها ريكي كوملن والواد هتلاقي اسمه في الحقيقه برضو كده توني بيلو اوكي قعدوا في يوم كامل بيصوروا الشوت ده ويعيدوا فيه ويعيدوا فيه ويعيدوا فيه وكان مش عارف اسمه ايه بيتمرن قد ايه عشان يعمل ايه مايكل بي جوردن بس انا بالعكس كان في حاجات جديده في حاجات يعني هو روكي هسالك سؤال تاني لو روكي اتعمل النهارده ماشي بنفس الممكاست بس بتكنيك النهارده هيطلع قصه اجمد وفيلم احلى من كيت ولا هيطلع بس طبعًا. فيلم احلى ممكن القصه ما تبقاش روكي هيبقى اجمد انا بقى ابريشيت اللي مضايقك ايه اللي هو اللي انا بتاع روكي نرجع للنقطه دي انا مش عاوز اوصل لنقطه ان انا اقول لك ان في مين فيهم بلوت اكتر بس يا دود ده لو ما كانش رد على التليفون وقتها ما كانش راح بلوت ما كانش رد على التليفون ما كانش راح لو كان الراجل فاكر لما كان المدرب لو ما فيش الفيلم ده ما كانش فيه الفيلم ده على ابولو اتفرج على المنافس بتاعك وهو بيضرب اللحمه تستخدم كلام اكتر في شرح اني بلوت في الاثنين لا طبعا في كريد روكي ده فيلم بسيط جدا ده فيلم بسيط جدا بجد فيلم بس مش وحش يعني هنس ذا جينيوس يعني هو واحد جات له فرصه من الحياه ان البطل العالم عاوز يلعب بس حد ولا انا غير. التروب بتاعه ضربه الحظ دي اللي بتيجي لحد بس مش هيدي الحدوته مش هيدي الحدوته مش أيوه. الحدوته هي ان في ضربه حظ جات لبني ادم المهم بقى مين ايه حدوته البني ادم دوت وجاي منين وتعامل معاها ازاي وازاي شكل تهديد وازاي غيرت له حياته وهو عامل ازاي يا جماعة البوكسنج والتريننج في روكي انا بحسه اللي هو ده اقل جانب في الفيلم في المشهد بتاع بس اللحمة اللحمة ده في الاخر انا بتضايق بقى اللي هو لما التريننج واللحمة ويخبط المشهد التاني. اللي هو لما قبل الفايت بيقول ما كانش عارف ينام فراح وقف راح اتفرج على وقف في الحلبة وهي فاضية فلقى انا المشهد ده انا عجبني قوي لقى البوستر بتاعه الشرطه ابيض وواحد يلبس شرطه الاحمر وواحد يلبس ابيض فبيقول قال لراجل البروموتر قال له انا كذا كذا قال له مش مهم جيت سام سليب اللي هو انت معلم انت ففكره انه انا كنت يعني الصراحه كنت حاسس عليه قوي بقى كل واحد وابولو هو بيختار برضو دي حاجه الصراحه وهو بيختار النارتيف اللي عايز يعمله دي برضو كانت قد ايه هو مستهين في الشو بزنس يعني وانا لو مكان ابولو كريد انت فاهم انا راندملي جبت واحد وانا بطل العالم انا هخلصه في راوند 1 او انا لو انا عايز اطول واعمل دراما ما كانتش كرتونيه الى اقصى درجه يعني لما التيم بتاعه جابوا الفوتج وهو بيتمرن في اللحمه في اللحمه دي ابتدت بقى خلي بالك ده جاي يلعب بجد مش جاي يهزر ابتدى يقلق فهي دي انا بموت في كريد بس انا تيم روكي اي فوت روكي يعني ما فيهاش كلام يعني يعني النهائي لافضل فيلم بوكسنج لان هما الاثنين بوكسنج خلاص الموضوع بقى واضح ونزالات في التاريخ روكي يقابل ذا فايتر انا هسال سؤال وهصمت ماشي هل هنا بقى تقبل ان القصه بسيطه عن هنا طبعا بص هو مبدئيا دي قصه حقيقيه فاحنا بنتكلم على انت ليه بتقول دوت زي ما يكون حاجه وحشه لا مش حاجه وحشه ماشي انا عايز اعرف هل انت اوه انا لعبت في الكاميرا ماشي هل انت في لحظه ما معلش عادي هنقطع بقى هنا في الكاميرا الجميله دي لا عادي هنسيتك خبطت هل انت قصدي هنا بما ان في لايرز هنا بس اكتر شويه او شخصيات اكتر بنلعب بيها هل ممكن تاثر على حكمك انا مش بقول ان دي حاجه وحشه قصدي هل ممكن تاثر على حكمك بس انا برو ببساطة انا كل ما تديني اعماق اكتر من انطلاقا من نقطة ابسط بحس ان انت عملت حاجة اصعب من انك تبتدي
ابعاد كتير وطبقات كتير وتكعبلهم في بعض وتحترم ده، برافو عليك. انا ما بقولش ان التحدي بسيط، بس اللي بدا بجمله وعمل منها الموال ده لسه ما خلصش لحد النهارده، لسه ما خلصش لغايه دلوقتي يعني. انت فاهم؟ انت معاه؟ لا انت فاهم، لا انت فاهم ان من 6 الراجل او من 76 لحد 20 الراجل ممكن يعمل روكي 8. تعرف ان في ناس كتير هتستسخفنا كمولي؟ اه لا كتير، لا انا ناس عارف كتير مش محترمه روكي على فكره. عارف، وعلى فكره في ناس جديده ممكن دلوقتي تتفرج عليه تقول هو ده بقى اللي هم عمالين يتكلموا عن حدوته البطل الامريكي المخلص. أنا يا ربي انا عايز اقول لك حاجه، انا لما جينا نكتب افلامنا، مش هقول الفيلم كتبته، بس لما جينا نكتب افلامنا انا اصلا جاي ومقرر ان انا هكتب روكي، بس ما كتبتوش كنوع من انواع ان انا يعني تحدي ان انا احاول ارجو الفيلم تاني. والناس بس قبل ما تدوس يعني على الحلقه عارفين ان ده اللي هيبقى الكسبان من قبل هو اي حاجه يعني. لا انا ما اظنش كده، اعتقد ان في ناس كتير كانت متوقعه من الاول ان ريجن بول هو اللي هيكسب، شايفين ان الموضوع خلصان وبسيط وسهل وتتكلموا فيه. مش للدرجات دي صدقني، حتى لما جينا هنا قبل ما الحاجات اللي هي لازم تشتغل شايفين ان روكي فائز بديهي من البدايه. اه فعلا. اه اي حد غمض عينه وفكر في البوكس هيقول روكي ايكونيك. هي دي ذا موست ايكونيك بوكسر، او يعني يعني في ناس اساسا ايوه بس في ناس تقول لك ده تجاري قوي، ده يا جماعه روكي ايه وهبل ايه وسيلفستر، وسيلفستر ده بيعرف يمس اصلا. انا رايي على الاجابه اللي سالتكم في اول، سيلفستر بيعرف يمس. سيلفستر 2 تايمز اوسكار نوميني، صحيح احنا نفس الشخصيه بس هو 2 تايمز اوسكار نوميني. وانا اشكرك على انك ذكرت كوبلاند، سيلفستر عامل الاداء في كوبلاند وايه في ودم دينيرو يا جدعان يعني. انا بس بحس ان هو مفيش كاركترز قوي على قد ما هو بس صادق. لا هو بيمثل نفسه بس هو صادق جدا في تمثيله ده حقيقي. فده اللي مطلوب بس انت لما تحطه في البوكس بتاعه بيعمل. لا واللي في كوبلاند كان اجمد حاجه فيه ان هو كان قايم بدور الشرطي النايف اللي في حياته. ما هو دوت الصندوق بتاعه ليوسف يقصر. ايوه انت كل ما تحطه في صندوق العبط يعمل لك حاجات عظيمه. انا بشوف روكي يعني زي ما جوز فتح فكره عشان بحب سبيلبرج ان فتح البلوك باستر بتاع الصيف. لو روكي كان هو روكي مش يعني ما اعرفش هو اول فيلم ملاكمه، مش اول فيلم ملاكمه اتعمل، بس طبعاً. لو ما كانش نجح النجاح ده الجونرا كانت ممكن تبقى في الخلفيه شويه وفي جونرا ثانيه سابقاها، لكن فكره ان الجونرا دي اتبنى عليها يعني فتحت فرانشايز كملت كفرانشايز مع ان الافلام الثانيه مش زي ده. وزي ما انت قلت كلها الافلام كانت بتحاول تريبليك النجاح ده بكتير من ده. ما هو ماشي إراداتك. بس قصدي فتحت كمان فرانشايز تانية وان الفيلم في الايرادات انت بتراهن على ايه؟ ده ما كانش حد يعرف. اي ما حدش يعرف صح بالظبط. وان الفيلم فضل حتى في افلام كتير قوي احنا خرجناها الافلام دي في مشاهد منها بتشوف ده مخرج وده ممثل شافوا روكي فبيحاولوا يعملوا الاتيتيود، بيحاولوا يعملوا البدس. في حاجه شفتها فاكر اول مره شفت روكي خدت بالي وانا صغير ان روكي بيمشي في الفيلم زي عادل امام اللي هي المشية دي خلاص ان هي الحي الشعبي اللي هو عايش فيه. أيوة. بالراجل انتوا عارفين اللي بيغني ده اخوه فعلا اخو روكي ده اخو سيلفستر الحقيقي تو اللي هي ده اللي هو كان في الاول الفيلم. أيوة. ده اخو سيلفستر الحقيقي اسمه فرانك ستالون. اوكي هو مغني هو برده عايش في الشادو بتاع سيلفستر ستالون والكلام. في ناس اقول لك على حاجه مفاجاه ممكن تجيب مثلا ممكن تكلم بنت تعرفها تقول لها اتفرجي على فيلم روكي ده از فيلم رومانسي. هو في صح في مشاهد رومانسيه كتير. لا هو فيلم رومانسي ورومانسي في اقصى درجات التجريد اللي انت عاوزها في الدنيا يا اما كمل الاحترام يا حبي. واكيد الناس تفهم قصدي البنت مش حلوه. ايوه وكبيره في السن واخوها بيلجا للعنف الادب معاها ضرب بس من الحب يعني. هو مش كارهها ولا انت ازاي ما تخرجي وتعيشي حياتك. قال لها انت قالت له انا بعمل لك كذا وبعمل تفاصيل لك. المحل اللي هي عايشه فيه ده اساسا اللي هو انت متخيل الحياه الساكنه وانت عارف وانت ودي اخت مايكل كورليوني يعني انت دي هي في الفيلم في جاد فادر. ايوه فقصدي شخصيه النرد دي اسمها تاليا شاير دي المسلسل ده تاليا شاير. اتصور ان هي كوبولا برضو هي من عائله من العيله يعني. انا لا انا روكي بس ذا فايتر برضو انا مبسوط. ذا فايتر ايه بقى لا انا لا انا مبسوط. لا انا اكتر حاجه مبسوط بيها في ذا فايتر ان هو وصل فاينل برضو يعني تعالى تسلم من وشوشه جايزتك. شكرا. هو ذا فايتر هو الترامه الناحيه الثانيه اللي بمنتهى الامانه لو كان ريجنج بول الناحيه الثانيه كان ممكن طبعا النهائي وكان هيبقى نهائي جامد زي ما كان ماتش جامد بالفعل. وفي الحاله دي برضو انا كنت هتحيز لروكي بصراحه يعني بموت فيه.
روكي كنت انت بقى مختار مين؟ انت كنت مختار مين اللي طلع من بدري دول؟ انت كنت تختار مين؟ روكي ها؟ انت كنت مختار مين يا حلاوه انت؟ روكي ماشي. وكنت كاتب كلام جنبه عشان نعرف ان احنا كاتب كلمتين. انا بشوف الحلقات ريجينج بول ماشي. انا كنت كاتب في انا كتبت روكي والله مش كتبت روكي قصدي كنت هكتب روكي وبعدين لاخر لحظه قلت انا هكتب فيلم تاني عشان يعني للارجيومنت يعني ومش هكتب ريجينج بول. انا ما حسناكش انك اتضايقت الفيلم او اتحمقت الفيلم. لا ما انا حاولت اخبي. لا تسخرون ساوث بارك ساوث بول يا نار. لا عشان كده كان محموق برضو قوي شويه. ما بس ما تصورتش انك ممكن تكون كذب. ما انا قلت حاول بس حفرك. لا هو هو كان على امل ان احنا نبقى مع ضمن الناس اللي هم بتوع ده فيلم عظيم. وانا على فكره مش جد الناس دي لو فيلم ساوث بارك عجبك جدا كامل الاحترام يعني كامل الاحترام وانبسطوا بيه يعني. الفكره كنت هكتب روكي والله كنت هكتب عايز قلت ايه ما هو روكي طبعا بس اللي هو لا يعني ولو مش روكي ريجينج بول وهخسر زي كل مره في الفاينل فلا انا هختار حاجه هقدر اديبت ليها لو خرج تمام لو ما خرجش بس خرج ده اطنان ده ده ما اتكلمناش عليه ده احنا شلناه ورميناه كده وبتعامل ايه؟ طب ثانيه واحده يا جماعه وبتعامل ايه؟ فانا قلت له استنى بس هقول حاجه قول اي حاجه في ايه يا يوسف ساوث بول فيلم محترم ده كسب يجي سمع افلام لبان دام انت عايز ايه؟ عايز ايه اكتر من كده؟ روكي هو الفيلم الفائز معانا افضل فيلم قتالي تنتا جدا 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 من امتع الحلقات والله بجد. بص بقى دي اكيد عارف ان دي هوك ودي جاب عارف دي الهوك كده هوك ودي جاب دي اسمها ايه دي ابر كات ودي مانويل جوزي نورتوني وانستوني وبستمتع جدا بالكلام معاكم في اي حاجه الصراحه مش سينما وبس. الف شكر لحضراتكم على المشاهده كالعاده. عاوزين نعرف منكم في الكومنتات هل فعلا الحلقه دي كانت بديهيه قوي روكي ولا في ناس كتير شايفه ان روكي فيلم سيلفستر ستالون يا جماعه مين دوت اللي يكسب حاجه زي كده؟ يا ريت تعرفونا في الكومنتس ولو لعبتوا التصنيف دوت تقولوا لنا مين اللي فاز عندكم. الف شكر لحضراتكم على المشاهده. الف شكر مستر يوسف. الف شكر مستر كاموليا والى اللقاء في حلقات قادمه. 100000 لايك 100000 لايك 100000 لايك الحلقه تستاهل الصراحه يعني. كومنتات وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا كواليس تحضير الحلقه حوار بقى تاني بهدله. باي باي.